بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وقمة دوري الشباب مواليد 2001 بين الأهلي والزمالك. هذه المواجهة التي دائما ما تشهد اهتمام كبير على كل المستويات وبجميع المراحل السنية. دائما ما تشهد هذه المباريات التي تجمع الأهلي بالزمالك أو الزمالك بالأهلي ميلاد نجوم وتألق آخرين، وتشهد أيضا أحداث ولحظات تبقى في ذاكرة الجماهير. نتمنى أن احنا نشوف أو نكون محظوظين ونشاهد هذه اللحظات التي تبقى دائما في ذاكرة الجماهير في مباراة اليوم. أملنا طبعا نجوم ولاعبي النادي الأهلي اللي بيستعدوا لبداية أحداث هذا اللقاء الهام والمرتقب مشاهدينا في كل مكان. نتمنى ان احنا نشوف بقى لقاء ممتع وجميل. دائما ما تشهد مباريات الاهلي والزمالك الحقيقه احداث وامور جميله جدا. ادي بقى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول بالنادي الاهلي متواجد في ملعب المباراه، ومعاه طبعا كابتن حسام غالي وكابتن امير توفيق وكابتن سيد عبد الحفيظ وتقريبا يعني كل الجهاز الفني والاداري للفريق الاول بالنادي الاهلي اليوم متواجد في ملاعب الاهلي بمدينه نصر لمتابعه احداث هذا اللقاء ومتابعة هؤلاء اللاعبين عن قرب، طبعا مواليد 2001 ونجوم المستقبل بالنادي الأهلي. السلام وبروتوكول بداية المباراة زي ما حضراتكم شايفين مع طاقم التحكيم لمباراة اليوم كابتن صبري إبراهيم بيعاونه هاني خيري وأحمد عادل. تشكيل الفريقين مشاهدينا الأعزاء لأحداث هذا اللقاء، وطبعا أمام حضراتكم على الصورة المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر اللي حرص على التواجد في ملعب المباراة زي ما تحدثنا مع حضراتكم. ده شيء جيد جدا علشان يتابع اللاعبين عن قرب في ملعب اللقاء. اذا يمكن ديت البروتوكول الكباتن من الفريقين للنادي الاهلي وللنادي الزمالك وقرعه ما قبل بدايه احداث هذا اللقاء، ونستعرض سويا تشكيل الفريقين. الاهلي مشاهدين الاعزاء كابتن شريف عبد الفضيل المدير الفني اختار تشكيل مكون من اوفا مصطفى شوبير لحراسه المرمى، حمدي ياسر وعبد الرحمن رشدان اثنين مساكين، ناحيه اليمين جلال فارس وناحيه الشمال حسام ياسين، في وسط الملعب عبد الرحمن مانو وكريم صعد الله، وبيلعب امامهم احمد اشرف وزياد طارق وشادي رضوان، وفي المقدمه اللاعب المتالق علي عمرو اللي سجل 4 اهداف في دوري هذا الموسم. اما على الجانب الاخر تشكيل نادي الزمالك لمباراة اليوم، طبعا ده قراية الفاتحة ما قبل بداية أحداث اللقاء من نجومنا ولاعبي النادي الأهلي اللي متواجدين أمام حضراتكم في الصورة. تشكيل نادي الزمالك لمباراة اليوم: معاذ علاء الدين لحراسة المرمى، محيي جمعة، محمد طارق وطاهر هشام، مصطفى طارق، مصطفى سيد، محمد خضري ومحمد حسام الدين ومصطفى فريد شوقي، أدهم محمود وكريم محمد. طبعا طاقم التحكيم لمباراة اليوم كما يعني ذكرناهم في بداية التعليق على أحداث هذا اللقاء صبري إبراهيم، هاني خيري، أحمد عادل. إذا هي لحظات قليلة ونبدأ مع حضراتكم أحداث هذا اللقاء الهام والمرتقب اللي بيحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة طبعا من جماهير ومحبي وعشاق النادي الأهلي. جماهير الأهلي اللي يعني منتظرة أنها تشوف نجومها، نجوم فريق 2001 اللي هم دلوقتي في أهم المراحل يعني السنيه والعمريه اللي بيحتاجهم طبعا المدير الفني مارسيل كولر للفريق الاول، يعني في حال بقى انهم يكونوا جاهزين يكونوا على قدر المسؤوليه ويكونوا مستعدين تماما بقى للمشاركه مع الفريق الاول في حال يعني طلبهم بقى المدير الفني مارسيل كولر. 2001 وكلنا عارفين انه بيعتمد على بعضهم المدير الفني مارسيل كولر، ونتمنى ان احنا نشوف اكتر من عنصر من هؤلاء اللاعبين والنجوم اللي متواجدين مع حضراتكم على الشاشه في الفريق الاول في القريب العاجل، ويفيدوا بقى النادي الاهلي اللي دايما بيخرج قطاع ناشئيه نجوم كبار جدا على مدار التاريخ، وبالتاكيد ان شاء الله يكون في استفاده ايضا لكل المنتخبات الرياضيه المصريه في جميع المراحل السنيه وايضا على مستوى المنتخب الوطني الاول اللي منذ ايام طبعا حقق الفوز على منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف وحيد في طبعا المباراه الوديه. ما ننساش طبعا نبارك للمنتخب السعودي الانتصار التاريخي اليوم على نادي على منتخب الارجنتين طبعا بقياده اللاعب العالمي ليونيل ميسي 2-1 في مباراه وملحمه تاريخيه طبعا شاهدها استاد لوسيل، اللي ايضا كان شاهد هذا اللقاء انتصار نادي الهلال السعودي على نادي الزمالك في اولى مبارياته طبعا، وده الاستاد اللي وشه حلو على يعني الجماهير المملكه العربيه السعوديه. ادي كره تتلعب هناك ناحيه الشمال وبدايه المباراه لنادي الزمالك مشاهدينا في كل مكان، متابعينا الاوفياء والاحباء مشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي. ادي اول فاول في مباراه اليوم لصالح نادي الزمالك
فاول لنادي الزمالك في احداث هذا اللقاء. وامامنا اللاعب محمد حسام، هنشوف بقى المباراه والاداء بقى الرائع والجميل من لاعبي النادي الاهلي ولاعبي الفريقين. ادي كره ملعوبه ناحيه الشمال عند اللاعب محيي جمعه، بيلعبها في وسط الملعب عند اللاعب امام حضراتكم محمد حسام، يتقدم وماشي وبيلعب الكره هناك ناحيه اليمين. محاولات كده في بدايه المباراه من نادي الزمالك، ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس لصالح النادي الاهلي من ناحيه الشمال. رمي التماس للاهلي من ناحيه الشمال. مشاهدينا في كل مكان، متابعينا، لازلنا طبعا في بدايه المباراه والامور اكيد هتسخن مع حضراتكم في احداث هذا اللقاء الهام والمرتقب. ادي كره ملعوبه اماميه في اتجاه اللاعب عبد الرحمن، تعود الكره مره ثانيه لصالح نادي الزمالك، تتلعب على طول وتوصل في الخلف كده للنادي الاهلي. محمد طارق بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال، استلام ومحاوله في هذه اللحظات، كرات يعني متبادله كده من لاعبي النادي الاهلي في بدايه المباراه. مشاهدينا ومتابعينا الاوفياء، ادي الكره ناحيه اليمين تتلعب على طول مره ثانيه للاعب زياد طارق، ولكن تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس للاعب جلال فارس لاعب النادي الاهلي. جلال فارس، ادي امامنا مارسيل كولر والحضور المميز للمدير الفني للنادي الاهلي الفريق الاول. اتلعبت الكره لاحمد اشرف، احمد اشرف اللي يعني بيحظى بمتابعه جيده من المدير الفني مارسيل كولر، لاعب صاحب القميص رقم 10. ادي امامنا طبعا المدير الفني للفريق الاول للنادي الاهلي، رمي التماس من ناحيه اليمين جلال فارس، بيلعب الكره لاحمد اشرف انما مقطوعه لنادي الزمالك. وادي الانطلاقه والمحاوله في هذه اللحظات، انما الكره تمر الى خارج الملعب ورمي التماس من ناحيه الشمال. هنشوف بقى هنا لسه المباراه والبدايه هادئه تماما من لاعبي الفريقين مشاهدينا ومتابعينا. وادي الكرة لنادي الزمالك، الراجل هيلعبها كده طويلة داخل منطقة الجزاء، عالية وخطيرة وبيطلع دفاع النادي الأهلي. تتلعب الكرة مرة تانية أمامية وتعود الكرة للاعبي نادي الزمالك، والانطلاقة كده على الجانب الأيسر إنما ترجع للنادي الأهلي. حمدي بيلعبها وتوصل الكرة ناحية الشمال للنادي الأهلي. وادي الانطلاقة في هذه اللحظات، محاولات من لاعبي الأهلي، تتقطع الكرة وتتلعب على طول أمامية. وادي المحاولة لنادي الزمالك، ولكن التدخل بقى من اللاعب جلال فارس في هذه اللقطة، بيطلع الكرة إلى خارج الملعب، طلعت وبقت رمية تماس من ناحية الشمال لصالح نادي الزمالك. رمية تماس بتتلعب على طول، وادي هجمة ولمسة يد في هذه اللقطة لصالح اللاعب جلال فارس على محمد حسام الدين لاعب نادي الزمالك. وصلنا للدقيقة 4 من بداية وعمر بداية وأحداث الشوط الأول من هذا اللقاء، ولسه التعادل السلبي بدون أهداف. تتلعب الكرة مرة تانية للنادي الأهلي، وأدي البداية من ناحية الشمال عند اللاعب حسام ياسين، بيعيدها إلى أوفى حارس المرمى مصطفى شوبير، بيلعب الكرة لعبد الرحمن رشدان لاعب القادم من وادي دجلة. عبد الرحمن بيلعبها مرة تانية لحمدي ياسر هناك ناحية الشمال، بداية الهجمة للنادي الأهلي، تتلعب على طول الكرة لحسام ياسين، بيلعب الكرة الطولية الأمامية والمحاولة في هذه اللحظات بقى من اللاعب علي عمرو، إنما ترجع لدفاعات نادي الزمالك مرة تانية. هجمة كده لنادي الزمالك ومحاولة في هذه اللحظات، ولكن تعود الكرة بقى من جلال فارس إلى حارس المرمى مصطفى شوبير. تتلعب الكرة وتوصل ناحية الشمال ناحية اليمين للاعب جلال فارس، بيعيدها في الخلف مرة تانية. وادي الانطلاقة، حمدي ياسر بيفتح الملعب هناك ناحية الشمال عند حسام ياسين. البداية مهمة جدا في مباراة اليوم طبعا، ولاعبي النادي الأهلي بيحاولوا كده ان هم يسيطروا على الكورة ويمرروا أكبر عدد من الكرات من أجل يعني اكتساب الثقة. ادي كرة تتلعب مرة تانية لنادي الزمالك، محاولة في هذه اللحظات تتلعب لمصطفى طارق انما الى خارج الملعب، طلعت وبقت رمية تماس للاهلي. حمدي ياسر، عبد الرحمن رشدان يتقدم من ناحيه اليمين وبيلعبها لجلال فارس. ادي جلال في وسط الملعب مره ثانيه للنادي الاهلي. عبد الرحمن مانو، نقلات من لاعبي الاهلي، كريم سعد الله بيلعبها مره ثانيه. ادي كريم في وسط الملعب ومحاوله في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء،
للاعب زياد طارق انما اتقطعت وتتلعب على طول اماميه توصل الى مصطفى شوبير. ادي مصطفى شوبير بيلعب الكوره مره ثانيه في وسط الملعب، استلام من احمد اشرف بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال عند حسام ياسين، كوره ملعوبه اماميه انما الى خارج الملعب طلعت وبقت رمي التماس من ناحيه الشمال لصالح النادي الاهلي. بدايه الهجمه للاهلي مره ثانيه، تتلعب الكوره وتوصل ناحيه اليمين عبد الرحمن، لسه الكره معاه نشوف هيعمل ايه، وبيلعب التمريره الاماميه على طول في اتجاه علي عمرو، ترجع في وسط الملعب للنادي الاهلي. ادي النقلات وادي حكم اللقاء صبر ابراهيم بيدي الفاول في احداث هذا اللقاء لصالح النادي الاهلي. تتلعب الكره مره ثانيه احمد اشرف، هنشوف بقى لسه في انتظار ان المباراه تبقى سخنه مع حضراتكم في مباراة اليوم. وادي الهجمة لصالح نادي الزمالك مرة تانية، كرة كده في وسط الملعب والمحاولة في هذه اللحظات لصالح لاعبي الزمالك، كرة ملعوبة من محمد خضري انما ترجع للنادي الاهلي في وسط الملعب مرة تانية، استلام ومحاولة، وادي المرور هنا من اللاعب كريم سعد الله انما اتقطعت منه وترجع مرة تانية للزمالك ناحية الشمال، ولكن حكم اللقاء بيوقف اللعب كده. في لاعب من نادي الزمالك واقع على ارض الملعب، نتمنى له السلامة وان هو يقوم ويكمل المباراة مع فرقته في مباراة اليوم. بداية هادئة تماما في أحداث هذا اللقاء الأهلي والزمالك، نلعب في الدقيقة 7 من عمر وأحداث الشوط الأول من هذا اللقاء مشاهدينا، واقع على أرض الملعب لاعب نادي الزمالك أدهم محمود، نتمنى له السلامة، بينزلوا على طول رجال العلاج، ويمكن متواجد أيضا اللاعب علي عمرو وأحمد أشرف لاعبي النادي الأهلي بيطمئنوا على سلامة زميلهم. منافسة شريفة داخل أرض الملعب بين اللعيبة، وكل فريق طبعا بيسعى للفوز اليوم، مباراه جماهيريه كبيره جدا طبعا كلنا عارفين. وادي بقى يبدو انه مش هيقدر يكمل اللاعب ادهم محمود، يبدو ان اللاعب ادهم محمود كده من اشاره زملائه مش هيقدر يكمل المباراه، لاعب نادي الزمالك اللي واقع على ارض الملعب. هنشوف اللاعب اللي واقع امام حضراتكم على ارض الملعب، لنادي الزمالك أدهم محمود. طبعا مشاهدينا الأعزاء يمكن نستعرض مع حضراتكم نتائج الأسبوع السادس من دوري الجمهورية 2001، إنبي وفيوتشر. إنبي حقق الفوز 2-0 على نادي فيوتشر، غزل المحلة حقق الفوز على أسوان 2-1، سموحة حقق الفوز على مصر المقصة 1-0، والجونة والمصري انتهت المباراة بفوز الجونة 1-0 على النادي المصري. حرس الحدود والبنك الأهلي حقق حرس الحدود الفوز، ادي طبعا بدلاء نادي الزمالك بيجرى عمليات الاحماء كده، محمد احمد حارس مرمى، عبد الله رضا، سيف مصطفى، حسام اشرف، زياد عصام، مصطفى خالد، محمد محمود، يوسف ايمن، وايمن عبد الحميد. حرس الحدود حقق الفوز على البنك الاهلي 1-0، وزد حقق الفوز على بيراميدز 1-0، المقاولون حقق الفوز على القناه 1-0، الاتحاد والاهلي طبعا مباراه مؤجله زي مباراة الإسماعيلي والزمالك. بالمناسبة الأهلي والزمالك عندهم كل فريق مباراة مؤجلة. أدي الكرة اللي كانت في وسط الملعب والإصابة للاعب نادي الزمالك اللي أمام حضراتكم أدهم محمود، وكان مشترك مع اللاعب كريم سعد الله لاعب النادي الأهلي. يعني كريم سعد الله الحقيقة ما عملوش حاجة، إنما هو واضح إن الراجل أصيب كده، نتمنى له السلامة إن شاء الله، يعني يعود سريعا ويتعافى من هذه الإصابة. نتمنى السلامة للكل بالتأكيد، نتمنى السلامة للكل إن شاء الله يا نجم، تعود مرة أخرى لممارسة كرة القدم مع فرقتك وفريق الزمالك يستفيد بيك من جديد. طبعا أدهم محمود لاعب نادي الزمالك اللي خرج الإصابة، وبعد ما يبدأ الروح الرياضية على طول اللاعب زياد طارق لاعب النادي الأهلي بيعيدها إلى حارس المرمى لنادي الزمالك معاذ علاء الدين، لأنه الروح الرياضية هي الأهم وهي الأبقى وهي اللي باقيه طبعا في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ادي كره تتلعب على طول اماميه والى خارج الملعب طلعت وبقت رمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال، وادي على طول اللاعب الحمد لله قام يعني ومشي على قدميه كده، نتمنى له السلامه والعوده سريعا باذن الله. مصطفى شوبير اوفى في مباراه اليوم، وهنشوف بقى هنا مع الكره طبعا، ويبدو انه في حديث مع الكابتن احمد عادل المساعد لطاقم التحكيم في احداث هذا اللقاء. يعني أول 10 دقايق مرت من عمره أحداث الشوط الأول من المباراة، ولا زال التعادل السلبي بدون أهداف، ويعني لسه بدري جدا، احنا لسه في بداية المباراة، واللاعب معاذ علاء الدين أيضا بيعاني من شد. وادي أمامنا بقى طبعا كابتن شريف عبد الفضيل المدير الفني للنادي الأهلي،
حقق الفوز بالدوري، حقق الفوز بالدوري للمدير الفني للنادي الاهلي 3 مرات، وكاس السوبر المصري مره واحده، دوري ابطال افريقيا مرتين، كاس السوبر الافريقي مره، وايضا شارك مع المنتخب الوطني. تاريخ كبير طبعا للاعب والسابق للنادي الاهلي والمدير الفني الحالي طبعا لفريق 2001 كابتن شريف عبد الفضيل. رمي التماس من ناحيه شمال بتتلعب على طول للنادي الاهلي، قام الحمد لله معاذ علاء الدين سليم، وترجع الكره في وسط الملعب للنادي الاهلي، وادي التمريره الاماميه هناك ناحيه الشمال، محاوله في هذه اللحظات عند اللاعب شادي انما الى خارج الملعب، طلعت وبقت رميه تماس، رميه تماس للنادي الاهلي. ادي امامنا كابتن شريف عبد الفضيل، مين بقى ينسى الهدف الصاروخي اللي كان سجله شريف عبد الفضيل بمرمى الزمالك وحارسه عبد الواحد السيد في يعني عام 2010 في المباراه اللي فاز بيها الاهلي 3-1، وكان سجل حسين ياسر محمدي للزمالك، وبعدين بقى تعادل شريف عبد الفضيل بتسديده صاروخيه، هدف لا ينسى الحقيقه، ومحمد فضل وابو تريكه سجلوا الهدفين الثاني والثالث للنادي الاهلي اللي انتصر في هذا اللقاء 3-1 على نادي الزمالك. علشان كده دايما الجمهور بيفتكر بقى الاهداف واللحظات المؤثره زي ما اتكلمنا ما قبل بدايه احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء. ادي كره بتتلعب على طول اماميه وتوصل في وسط الملعب مره ثانيه للنادي الاهلي، احمد اشرف، احمد اشرف، كره في وسط الملعب للنادي الاهلي مره اخرى تتلعب على طول اماميه ومعديه واصله هناك ناحيه اليمين، وادي المحاوله بقى في هذه اللقطه للاعب جلال فارس انما تعود الكره الى حارس المرمى معاذ علاء الدين حارس مرمى نادي الزمالك في مباراه اليوم. اتحكم في الايرس. ادي امامنا طبعا حارس المرمى معاذ علاء الدين، وفي لاعب برضه من الزمالك وقع على ارض الملعب، غريبه جدا الاصابات الكتيره دي في بدايه المباراه، غريبه جدا الاصابات الكتيره اللي احنا شايفينها للاعبي نادي الزمالك في بدايه احداث اللقاء، يعني هل بقى فتره الاعداد والامور دي كلها يعني اصابات، ده احنا لسه في الدقيقه يعني 13 من عمر واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء. ادي امامنا الاشتراك اللي كان بين اللاعب جلال فارس لاعب النادي الاهلي مع لاعب نادي الزمالك اللي وقع على ارض الملعب، ولكن الحمد لله قام سريعا طبعا. هترجع الكره مره ثانيه لنادي الزمالك، حسام اشرف نزل صاحب القميص رقم 33 لنادي الزمالك بدلا من اللاعب ادهم محمود، تبديل كده اضطراري، وادي تصويبه قويه انما تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء لصالح نادي الزمالك، لصالح النادي الاهلي، التصويبه من لاعب نادي الزمالك تمر الكره الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء، وتبقى ركله مرمى لمصطفى شوبير. تتلعب الكره مره ثانيه وتوصل هناك ناحيه الشمال لصالح النادي الاهلي من اللاعب حمدي ياسر، بيلعبها لحسام ياسين في وسط الملعب مره ثانيه عبد الرحمن مانو وكريم سعد الله للنادي الاهلي، انما اتقطعت وصلت الكره للزمالك هناك ناحيه اليمين، هنشوف بقى المحاوله في هذه اللحظات. ادي كره للزمالك، محاولات كده من جانب لاعبي الزمالك انما على طول مقطوعه من عبد الرحمن مانو اللي بيلعب الكره الاماميه، والاستلام بقى من علي عمرو. ادي هجمه يعني مركزه للاعبي النادي الاهلي، تتلعب الكره ناحيه اليمين عند اللاعب زياد طارق، زياد بيلعب الكره الاماميه في اتجاه كريم سعد الله اللي بيكمل، وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي تماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. تتلعب الكره مره ثانيه حسام ياسين انما الى خارج الملعب، طلعت الكره مره ثانيه ورمي التماس، لسه اللعب متوقف، يعني بدايه فيها توقفات كتير جدا في المباراه، والجمهور طبعا بيحب ان الكره تكون دايما داخل المستطيل الاخضر علشان يستمتع بالكره، انما التوقفات الكتيره للاصابات والتبديلات والامور دي كلها يعني بيبقى في مشكله كده. نتمنى بقى ان الريتم والجو العام للمباراه يسخن، يعني عايزين نستمتع، مباراه قمه النهارده الاهلي والزمالك، والكل بينتظر ان هو يستمتع بقى في ظل منافسات كاس العالم والكره الحلوه اللي احنا بنشوفها، فنتمنى ايضا انه الامور تكون يعني على اخر جمال هنا في ملعب المباراه. جلال فارس بيلعب الكره في وسط الملعب لكريم سعد الله، كريم بيعيدها في الخلف هناك عند اللاعب اللي امام حضراتكم حمدي ياسر، بيلعب الكره هناك ناحيه شمال عند حسام ياسين بيعدي وماشي، وادي بقى الكره الاماميه للنادي الاهلي، اللاعب علي عمرو بيرجع كتير جدا للخلف كده ويحاول ان هو يهرب من الرقابه ويستلم، ترجع الكره مره ثانيه لنادي الزمالك ولكن تعود من حمدي ياسر اماميه، محاوله في وسط الملعب مره اخرى لنادي الزمالك محمد حسام الدين، وادي الفاول في هذه اللقطه
لصالح نادي الزمالك، فاول للزمالك في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. فاول لنادي الزمالك من ناحية اليمين من ملعب المباراة، بتتلعب على طول في الخلف عند اللاعب طاهر هشام. طاهر بيلعب الكرة هناك ناحية اليمين محمد طارق، أمامية ومحاولة إنما تعود مرة تانية من لاعب النادي الأهلي جلال فارس، بيلعبها هناك ناحية الشمال عند اللاعب شادي رضوان، ودي المحاولة إنما تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس. رمية تماس للنادي الأهلي من ناحية الشمال. حسام ياسين بتتلعب على طول، وهجمة للنادي الأهلي كده من ناحية اليمين، ومحاولة في هذه اللحظات أمام حضراتكم. كرة حلوة توصل ناحية اليمين زياد طارق، أدي زياد أهو، زياد وعامل له بقى الأوفرلاب هنا اللاعب جلال فارس، بيلعبها زياد إنما عايز يلعب كرة عرضية تصطدم كده بلاعبي نادي الزمالك وتوصل إلى حارس مرماهم معاذ علاء الدين. معاذ علاء الدين أمام حضراتكم حارس مرمى نادي الزمالك في مباراة اليوم. تتلعب عالية ومعدية وتوصل بلمسة رأسية كده من اللاعب جلال فارس، محاولة مرة أخرى لنادي الزمالك عن طريق اللاعب حسام أشرف البديل، إنما ترجع الكرة لدفاعات النادي الأهلي. أدي دفاعات النادي الأهلي والبداية، بداية الهجمة كده من الخلف للأمام، وأدي كرة ملعوبة في وسط الملعب للاعب عبد الرحمن مانو، لاعب متميز جدا طبعا وكان معار في الموسم الماضي لنادي فيوتشر، وبيتمرن طبعا مع الدرجة الأولى والفريق الأول، لاعب النادي الأهلي أكتر من لاعب الحقيقة مع الفريق الأول للنادي الأهلي، متواجد اليوم أمام نادي الزمالك طبعا، وكابتن شريف عبد الفضيل اللي مدير فني قدير طبعا. أدي كرة ملعوبة هناك ناحية اليمين، ومحاولة بقى للاعب أحمد أشرف، أحمد أشرف لعيب متميز أحمد أشرف، إنما اتقطعت منه الكرة وتتلعب على طول أمامية وتوصل مرة تانية في وسط الملعب عند اللاعب عبد الرحمن رشلان، وفي فاول للاعب حسام اشرف ده اللي لسه نازل، يعني اللاعب اللي لسه نازل، اللي نزل بدلا من اللاعب ادهم محمود اللي خرج للاصابه، هو كمان بيقع على ارض الملعب، وادي انذار، ادي انذار هنا للاعب عبد الرحمن رشدان لاعب النادي الاهلي اللي بيتكلم كده مع كابتن صبري ابراهيم حكم مباراه اليوم مشاهدينا، وعلى طول بيروح علشان يطمن. ادي امامنا الاعاده، ادي امامنا الاعاده، وادي الكره بقى هنا للاعب عبد الرحمن رشدان، والاشتراك مع اللاعب حسام اشرف لاعب نادي الزمالك. الحمد لله ام سليم حسام لاعب نادي الزمالك، نتمنى السلامه للكل طبعا. مبدا الروح الرياضيه اهم كتير جدا طبعا من الفوز والخساره داخل ارض الملعب. مصطفى فريد شوقي على التنفيذ لنادي الزمالك، بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال، ادي المحاوله للزمالك من الجانب الايسر من ملعب المباراه، تتلعب على طول عرضيه عاليه ويبقى لمسه راسيه وطالع اوف، طالع اوف وماسك الكره مصطفى شوبير. مصطفى شوبير بيلعب الكرة وترجع مرة تانية عند مصطفى شوبير حارس المرمى. كرة ملعوبة عند اللاعب طاهر. وادي أمامنا الكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن حسام غالي وكابتن خالد ديبو. طبعا كلنا فاكرين بقى بتاع الستة كابتن خالد بيبو النجم الكبير الحقيقة. ادي كرة تتلعب في وسط الملعب مرة تانية كريم سعد الله نادي الاهلي اللي حقق السوبر على حساب نادي الزمالك طبعا في دولة الامارات، ودايما الاهلي بيعمل مباريات كبيرة جدا وانتصارات عريضة على نادي الزمالك. الانطلاقة بقى من ناحية شمال، محاولة في هذه اللحظات شادي رضوان المحاولة، وتعود الكرة مرة تانية في وسط الملعب للاعبي النادي الاهلي حسام ياسين، انما على طول مقطوعة وتوصل مرة تانية لنادي الزمالك هناك ناحية اليمين. لازلنا نبحث عن الهدف الاول في المباراه حتى الان. ادي فاول بقى من ناحيه الشمال لصالح النادي الاهلي، لصالح النادي الاهلي. ادي امامنا كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن حسام غالي متواجدين في ملعب المباراه، وكابتن امير توفيق طبعا. ادي رمي التماس من ناحيه الشمال، متابعه جيده من الجهاز الفني للنادي الاهلي الفريق الاول اللي حضروا هنا في ملعب المباراة لمؤازرة ومتابعة هؤلاء اللاعبين فريق النادي الأهلي 2001. أدي بقى بتاع الستة أهو الكابتن خالد بيبو، الكابتن خالد بيبو مخرجنا بقى أستاذ محمد الدكروري بيعود بنا اليوم 16/5
2002 في القمة 89 الدور الثاني، والأسبوع 22 موسم 2001-2002، وخالد بيبو بقى والمباراة الشهيرة مباراة 6-1. ترجع الكرة مرة تانية في وسط الملعب للنادي الأهلي، أدي الهجمة في هذه اللحظات. زياد طارق يتقدم الأمام، زياد وبيلعب الكرة هنا ناحية اليمين عند جلال فارس. الحقيقة جلال فارس وزياد طارق عاملين جبهة يمنى جيدة الحقيقة. أدي الهجمة، أدي زياد بيعدي وماشي، وأدي بقى زياد بيحاول في هذه اللحظات بقى انطلاقة من ناحية الشمال لصالح لاعبي النادي الأهلي. ترجع الكرة مرة تانية زياد، ولكن على طول مقطوعة فاول وركلة حرة للنادي الأهلي من ناحية اليمين. ركلة حرة للنادي الأهلي، زياد طارق، زياد طارق اللي كان معار للبنك الأهلي ويعود من جديد للنادي الأهلي وبيشارك بصفة أساسية مع كابتن شريف عبد الفضيل المدير الفني اللي اجتمع بيهم طبعا اللعيبة اللي عادوا من الإعارة وانضموا لفريق الشباب للنادي الأهلي، والراجل اتكلم معاهم على المستوى الفني وعلى المستوى المعنوي وبيجهزهم تماما للمشاركة مع الفريق الأول في حال استعان بقى بيهم المدير الفني مارسيل كولر، المدير الفني المتميز لفريق النادي الأهلي، لعامل كرة كويسة جدا وعامل نتائج متميزة. ادي كرة ملعوبة بقى عرضية داخل منطقة الجزاء للنادي الأهلي، ولكن تعود الكرة مرة ثانية استغلال الركلات الثابتة. ترجع الكرة زياد طارق بيلعب الكرة الأمامية إنما مقطوعة نادي الزمالك، وتعود الكرة مرة ثانية لصالح لاعبي النادي الأهلي. ادي أمامنا الانطلاقة والمحاولة من اللاعب كريم سعد الله في وسط الملعب. أحمد أشرف، أحمد أشرف بيلعب الكرة ناحية الشمال عند حمدي ياسر. مرة تانية حمدي بيسند على كريم سعد الله في وسط الملعب، كريم بيلعب التمرير الأمامية للنادي الأهلي، والمحاولة عبد الرحمن مانو بيلعب الكرة لزياد طارق ناحية اليمين. وادي الهجمة الحلوة، تحركات جميلة من لاعبي النادي الأهلي في هذه الهجمة، ولكن تعود في الخلف مرة تانية عند اللاعب عبد الرحمن رشدان اللي أمام حضراتكم، لعيب مواليد 2003 اللي أمام حضراتكم ده، عبد الرحمن رشدان لاعب النادي الأهلي بيلعب الكرة في وسط الملعب. كريم سعد الله، كريم كرة وتمريرة أمامية كده في الوسط عند اللاعب عبد الرحمن مانو. ترجع مرة تانية لعبد الرحمن رشدان اللي بيسند على حمدي ياسر، يعني لاعبي النادي الأهلي بيبدأوا الهجمة من تحت كده زي ما حضراتكم شايفين. كريم سعد الله، تمريرات من لاعبي النادي الأهلي في انتظار بقى التمريرة الطولية واللعب للأمام كده علشان يبدأوا الهجمة بشكل أخطر شوية. هم دلوقتي عاملين هجمة بشكل منظم، هذه الانطلاقة من ناحية اليمين، ولكن ضغط من لاعبي الزمالك جلال فارس وتخرج الكرة إلى خارج الملعب وتبقى رمية تمس. اللاعب محمد خضري، ادي امامنا بقى كابتن احمد زكريا المدير الفني لنادي الزمالك مواليد 2001. رمية تمس من ناحية شمال محي جمعة، رمية تمس لنادي الزمالك، اللاعب ده اللي هو رقم 13 محي جمعة، دايما يعني بيلعب ويمتاز بالكرات الطويلة كده من رميات التماس، انما الكرة المرة دي الى خارج الملعب وتعود للنادي الاهلي. شايفين طبعا في الكادر كابتن شريف عبد الفضيل بيتكلم مع اللاعبين وايضا كابتن احمد زكريا. رمية التماس من ناحية اليمين هيلعبها في هذه اللحظة جلال فارس في وسط الملعب للنادي الاهلي عبد الرحمن مانو. ترجع الكرة لجلال مرة تانية اللي بيعيدها في الخلف عند رشدان اللي بيلعب الكرة ناحية حمدي ياسر، يتقدم للامام حمدي وجايله اللاعب احمد اشرف علشان يستلم. وادي بقى التمريره الاماميه الطوليه، استلام بشكل جيد يا ولد يا لعيب، لعيبه حلوه قوي اللاعب جلال فارس. وادي بقى كره زياد، زياد بيحاول عليها زياد والحقها والله، ولعب كره عرضيه خطيره جدا في اللقطه الماضيه، بدايه هجمه جيده للنادي الاهلي، ولكن تعود الكره الى معز علاء الدين حارس مرمى نادي الزمالك. هجمه كانت حلوه جدا من ناحيه اليمين الحقيقه للنادي الاهلي اللي فاتت دي، ولكن يبدو انها خرجت، انما عمل عليها مجهود كبير بقى اللاعب زياد طارق الحقيقه يشكر عليه، وطلعت وبقت ركله مرمى لنادي الزمالك ومعاذ علاء الدين حارس المرمى اللي امام حضراتكم. معاذ بيلعب الكره الاماميه العاليه ومعديه وتعود مره اخرى كده بلعبه راسيه من اللاعب حمدي ياسر وتوصل هناك ناحيه الشمال، وادي الانطلاقه بقى للاعب شادي رضوان، يمر وعدى بشكل متميز جدا. ادي المرور بقى، ادي الفيراري اهو بيعدي من ناحيه الشمال، طبعا كان من افضل 60 موهبه في العالم يعني عام 2018، وصحيفه الجارديان بقى البريطانيه كانت اختارته واطلقت عليه لقب الفيراري الحقيقه اللاعب شادي رضوان. ادي رمي التمس، تتلعب الكرة مرة تانية للاعبي النادي الأهلي إنما على طول مقطوعة الهجمة الأمامية، وترجع الكرة مرة تانية في وسط الملعب كده وملعوبة ناحية الشمال إنما ترجع في الخلف، استلام ومحاولة من رشدان في وسط الملعب لمانو اللي بيتقدم وماشي عبد الرحمن مانو. عبد الرحمن بيلعب كرة بينية حلوة لأحمد أشرف، أحمد بيستلم يا ولد لاعبي أحمد يا أشرف، لسه لف ودوران كده من أحمد أشرف، ولكن تمر الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تمام. شريف عبد الفضيل والتعليمات.
وتعود الكرة مرة تانية للنادي الأهلي. عبد الرحمن رشدان، عبد الرحمن يتقدم أمامه. شوف عبد الرحمن زايد فين، يعني متقدم، لاعبي نادي الزمالك كلهم متراجعين للخلف والأهلي عامل عليهم ضغط في هذه اللحظات، وترجع الكرة لأحمد أشرف. أحمد بيلعب الكرة الأمامية ولكن مقطوعة مرة تانية لنادي الزمالك، ترجع الكرة ناحية اليمين عند اللاعب مصطفى سيد. أدي المحاولة ثلاث أربع نقلات كده من لاعبي نادي الزمالك في مباراة اليوم، وادي التمريرة الطولية انما على طول مقطوعة، انتشار جيد من لاعبي النادي الأهلي علشان كده بياخدوا كل كرة. ادي كرة خطرة جدا، أحمد أشرف بيلعب الكرة الأمامية، تمريرة حلوة الحقيقة في اتجاه اللاعب علي عمرو، وترجع لحسام ياسين ناحية الشمال بيلعبها على طول شادي رضوان، وادي المحاولة والانطلاقة للنادي الأهلي، والكرة العرضية انما عالية وتمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة مرمى في مباراة اليوم لصالح نادي الزمالك. مشاهدينا الأعزاء، ركله مرمى، ادي امامنا اللاعب حسام ياسين اللي كان متقدم ولعب الكره العرضيه وكره الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى لنادي الزمالك. معاذ علاء الدين، معاذ علاء لسه التعادل السلبي بدون اهداف هنا في قمه دوري الجمهوريه للشباب مواليد 2001، الاهلي والزمالك، ملعب الاهلي بمدينه نصر، وسط حضور يا ولد يا مصطفى شوبير. مصطفى شوبير عدى اوفا بقى بشكل متميز، ثقه كبيره في النفس، حارس مرمى متالق جدا وحارس مرمى كبير الحقيقه، يعني عدى بشكل حلو قوي. الراجل يعني رقصنا انا في اللقطه اللي فاتت دي مصطفى شوبير، ولكن يعني الكرات دي بتكون خطر، انما الراجل ثقته في نفسه عاليه جدا طبعا. مصطفى شوبير حارس مرمى هذا الشبل من ذكى الاسد طبعا، ابن الكابتن شوبير الكابتن التاريخي واللاعب الكبير للنادي الاهلي، اللاعب المونديالي طبعا كابتن احمد شوبير. وادي تصويبه بقى هنا من زياد طارق، انما تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لنادي الزمالك. رويدا رويدا، بدا لاعبي الاهلي كده الحقيقه يشكلوا خطوره كبيره جدا، وبداوا يستغلوا سلاح التصويب على المرمى من اللاعب معاذ علاء الدين، على مرمى معاذ علاء الدين لاعب نادي الزمالك اللي امام حضراتكم، اللي هيلعب ركله المرمى في هذه اللحظات. تتلعب على طول اماميه وعاليه ومعديه، يمكن الكره تعود مره ثانيه احمد اشرف، احمد اشرف وفاول في هذه اللقطه لصالح النادي الاهلي، فاول للنادي الاهلي. جماهير الاهلي لا زالت تترقب بقى اللاعب اللي ممكن يسجل الهدف الاول في مباراه اليوم. ادي امامنا زياد طارق، نجوم كبار جدا طبعا للنادي الاهلي، وادي مصطفى شوبير، ادي مصطفى شوبير لاعب المهاري بقى حارس المرمى المتالق جدا في اللقطه اللي فاتت. عبد الرحمن رشدان بيلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء، محاوله مره ثانيه وتصويبه بقى هنا من اللاعب احمد اشرف، تصويبه من احمد اشرف انما تعود الى حارس المرمى معاذ علاء الدين. ادي اللقطه، ادي اللقطه، وادي احمد اشرف وبالقدم اليسرى، انما يعني كانت ضعيفه شويه وتوصل الى معاذ علاء الدين حارس مرمى نادي الزمالك. تتلعب الكره اماميه عاليه، محاولة في هذه اللحظات وتعود من اللاعب عبد الرحمن رشدان إلى حارس المرمى مصطفى شوبير. لما يكون متواجد في المرمى حارس بقيمة مصطفى شوبير، اللعيبة اللي بتلعب قدامه بقى بتشعر بالثقة الكبيرة طبعا، بيكونوا مطمنين جدا لما يكون معاك حارس مرمى متألق زي الحارس مصطفى شوبير الحقيقة. ترجع الكرة مرة تانية في وسط الملعب للنادي الأهلي، عائدة الكرة في الخلف، عبد الرحمن رشدان بيلعب لحمدي ياسر، واضح جدا ان لاعبي النادي الاهلي واخدين تعليمات انهم ما يشتتوش الكوره، يعني يبداوا بيها من تحت، ولكن المره دي تمر الكوره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تمس، تطلع وتبقى رميه تمس. موضوع بقى انك تطلع بالكوره من تحت ده بيحتاج لمهاره كبيره جدا. رميه تمس امامنا كابتن صبري ابراهيم حكم هذا اللقاء، ورميه التماس للنادي نادي الزمالك محيي جمعه، دايما بيلعبها طويله كده زي الركله الركنيه داخل منطقه جزاء النادي الاهلي. اللاعب محيي جمعه لاعب نادي الزمالك بيلعب الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء، واللمسه الراسيه عائده مره ثانيه من دفاعات النادي الاهلي حسام ياسين. الهجمه بقى المرتده، اقل لمسات في اسرع تويت، هل ينطبق الكلام ده على الهجمه؟ انما اتقطعت ورجعت مره ثانيه للزمالك. ادي الكره للزمالك وتمريره حلوه خطره جدا داخل منطقه الجزاء، والعرضيه الخطيره لنادي الزمالك، وهوبا هو مصطفى شوبير. يا ولد يا اوفا، يا ولد يا اوفا، يتالق في التصدي في اللقطه اللي فاتت اللاعب الحقيقه كريم محمد. برافو يا مصطفى شوبير، تألق كبير جدا من الحارس بقى للنادي الاهلي، ده الكلام اللي كنا بنقول لحضراتكم عليه. ترجع الكره مره ثانيه، هجمه كانت خطر جدا لنادي الزمالك اللي فاتت دي، تعود الكره للنادي الاهلي ولكن تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس. هجمه كانت خطيره لنادي الزمالك ولكن مصطفى شوبير تألق طبعا في التصدي. ادي الكره العرضيه، وادي بقى الكره امام حضراتكم، الاستلام والمحاوله في هذه اللقطه والتصويبه، ولكن مصطفى شوبير صاحي، مصطفى شوبير صاحي في اللقطه الماضيه ويتصدى بشكل متميز جدا، على الرغم من ان الكره اصطدمت بحسام ياسين
ولكن حارس المرمى للنادي الاهلي كان يعني متالق في اللقطه الماضيه. تتلعب الكره مره تانية للاعبي نادي الزمالك عن طريق اللاعب طاهر هشام، وادي الكره الملعوبه الاماميه من محيي جمعه توصل في وسط الملعب لكريم سعد الله للنادي الاهلي. محمد خضري بيلعبها، توصل الكره في الخلف مره اخرى للاعبي النادي الاهلي. وادي الهجمه، حمدي ياسر بيلعب الكره الطوليه انما تمر مره تانية الى خارج الملعب. رمي التماس، ادي امامنا كابتن شريف عبد الفضيل اللي كان لاعب متالق وايضا مدير فني كبير مع قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. الاهلي طبعا اللي دايما بيخرج لكره القدم المصريه نجوم على مستوى كره القدم وعلى مستوى التدريب وعلى مستوى الاداره وعلى مستوى كل شيء طبعا. تتلعب الكره مره ثانيه توصل للاعبي نادي الزمالك، وبدايه الهجمه كره كده ملعوبه وتصويبه انما ضعيفه جدا وتوصل الى حارس المرمى مصطفى شوبير. مصطفى شوبير بيلعب الكره مصطفى لحمدي ياسر، يتقدم للامام وماشي. هنشوف ادي بدايه الهجمه للنادي الاهلي ناحيه الشمال. حسام ياسين بيلعب الكره، حسام عند عبد الرحمن مانو في وسط الملعب مره ثانيه لحمدي. بدايه الهجمه للاعبي النادي الاهلي، كريم سعد الله في وسط الملعب لف ودوران وبيعيدها الى حارس المرمى مصطفى شوبير. يعني برضو انك يكون عندك حارس مرمى بيلعب بقدمه كويس جدا ده شيء جيد. كلنا طبعا بنتابع بقى كره القدم العالميه وبنشوف مانويل نوير بيعمل ايه. مصطفى شوبير شفنا اللقطه بقى اللي روغ فيها يعني مهاجم نادي الزمالك كريم محمد في مباراه اليوم. ادي كره حلوه، وادي بقى الانطلاقه الحلوه جلال فارس والعرضيه الجميله والخطره جدا على حدود منطقه الجزاء. وادي زياد طارق، ولكن صبري ابراهيم ما اداش حاجه، ولكن صبري ابراهيم ما اداش حاجه. ادي الكره الملعوبه الاماميه لنادي الزمالك، ولكن التغطيه الدفاعيه من عبد الرحمن رشدان واتقطعت الكره والهجمه للزمالك من ناحيه شمال. عدى الراجل وماشي داخل المنطقه، ولكن يا ولد يا مصطفى يا شوبير، شوف بقى مصطفى شوبير طالع بقدمه. ده الكلام اللي لسه بقول لحضراتكم عليه، الراجل بيترجم كلامي عمليا في هذه اللقطه. مصطفى شوبير حارس المرمى. تعود الكره مره ثانيه للنادي الاهلي. جلال بيلعب الكره الاماميه العاليه واللمسه والمحاوله في هذه اللحظات من اللاعب زياد طارق، انما تمر الكره الى خارج الملعب. ورمي التماس للاهلي من ناحيه اليمين. جلال فارس، عبد الرحمن مانو، عبد الرحمن بيهدى على كورته، لعيب معلم كده في وسط الملعب عبد الرحمن ده. جلال فارس، جلال فارس يتقدم وبيلعب الكره العرضيه العاليه داخل منطقه الجزاء، ولكن بيطلع دفاع الزمالك. ترجع الكره مره ثانيه، وادي الهجمه، ادي الكره الحلوه والمحاوله بقى من شادي رضوان، ولكن مقطوعه في هذه اللقطه وترجع لمصطفى طارق للزمالك. بيلعب الكره الاماميه مصطفى، ولكن تعود الى حمدي ياسر، سابها لمصطفى شوبير اللي بيلعب الكره لعبد الرحمن رشدان. عبد الرحمن يتقدم الامام رشدان وماشي. رشدان مساحه كبيره جدا، شوف الراجل يعني قرب من دايره المنتصف وكل لاعب الزمالك في وسط ملعبهم. جلال فارس بيلعب الكره الاماميه، اتقطعت مره ثانيه لنادي الزمالك عن طريق اللاعب مصطفى طارق، بيلعبها في وسط الملعب لحسام اشرف اللي يعود كده للخلف اللي علشان يستلم اللاعب اللي امام حضراتكم ده اللي نزل بديل مكان ادهم محمد. هجمه لنادي الزمالك من ناحيه يمين مصطفى طارق ومحاوله، وهنشوف بقى حكم اللقاء هنا في هذه اللقطه هيدي انذار للاعب مصطفى طارق لاعب نادي الزمالك لادعاء التمثيل كده والسقوط داخل منطقه الجزاء في اللقطه الماضيه. الالعاب دي طبعا بتبقى العاب بتثير الجماهير، يعني لو في مباراه جماهيريه ان لاعب يسقط داخل منطقه بهذا الشكل يعني بدون ما حد يلمسه، بدون ما حد يلمسه كان معاه اللاعب شادي رضوان. وادي حكم اللقاء كابتن صابر ابراهيم طبعا ادى الانذار للاعب مصطفى طارق لاعب نادي الزمالك. ادي نجوم من النادي الاهلي، ادي الانذار امام حضراتكم في اللقطه الماضيه. بدلاء النادي الاهلي عاصم، سعد محمد، هاني عمرو، احمد عربي، كريم الدبيس، طه محمود، محمد رضا، محمد خالد، وعلي نادر. ادي انطلاقه من ناحيه شمال للنادي الاهلي، المحاوله هنا بقى للاعب علي عمرو، بيحاول يعدي علي وبيلعبها هناك ناحيه شمال لاحمد اشرف، يتقدم الامام احمد اشرف وبيحاول يعدي احمد، وعدى وعمل كوره وياخد منها ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. ركله ركنيه للاهلي، هل بقى الركلات الثابته يكون ليها دور في المباراه النهارده؟ وادي اصابه ايضا للاعب مصطفى فريد شوقي اللي واقع على ارض الملعب لاعب نادي الزمالك. وادي التعليمات على طول من كابتن شريف عبد الفضيل للاعبيه. وادي احمد اشرف بمنتهى الروح الرياضيه الحقيقه بيطمن على لاعب نادي الزمالك اللي كان واقع على ارض الملعب اللي هو مصطفى فريد شوقي. والركله الركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال هيلعبها احمد اشرف.
ركلة ركنية أهلاوية من ناحية شمال في الدقيقة 36 من عمر وأحداث الشوط الأول، ويعني تواجد كبير للفانيلة الحمراء داخل منطقة الجزاء، وأدي اللعبة الرأسية وتمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة مرمى من اللاعب علي عمرو. إلى خارج الملعب طلعت وبقت ركلة مرمى لصالح معاذ علاء الدين حارس مرمى نادي الزمالك في مباراة اليوم. أدي مصطفى شوبير أمام حضراتكم حارس المرمى المتألق للنادي الأهلي اللي عامل ماتش حلو النهارده. اختبر كده في كورتين، عدى وراوغ الراجل بشكل متميز جدا، وطبعا في الكرة التانية تصدى ليها بشكل رائع الحقيقة. تتلعب الكرة مرة تانية، نادي الأهلي ماسك كرة على الزمالك ومستحوذ وبيوصل بشكل متميز، ولكن لسه بقى يعني التوفيق بقى وإنهاء الهجمة بشكل متميز من جانب اللاعبين علشان يسجلوا في مباراة اليوم. جلال فارس من ناحية اليمين، جلال بيعدي وبيلعب الكرة، بيغير الملعب من اليمين للشمال، استلام بشكل جيد الحقيقة أمامنا من اللاعب شادي رضوان. الفراري عدى وماشي، وادي بقى هنا الفاول، ادي هنا الفاول في هذه اللقطة. اللاعب ده ما بيوقفش غير بأنهم يمسكوه ويشدوه من التيشيرت كده زي ما حضراتكم شايفين. ادي كابتن أحمد زكريا بيتكلم، واللاعب شادي رضوان عدى من ناحية شمال بشكل متميز، وادي جلال فارس لاعب النادي الأهلي وركلة حرة للنادي الأهلي من ناحية شمال. ادي بقى أمامنا المهارة، ادي المهارة وادي المرور والتألق الكبير في اللقطة الماضية للاعب النادي الأهلي شادي اللي عدى بشكل متميز، وادي أمامنا جلال فارس في هذه اللحظات والركلة الحرة الأفضل بكثير جدا من الركلة الركنية دي، قريبة جدا من منطقة الجزاء على الجانب الأيسر كده من ملعب المباراة ومن منطقة الجزاء. ركلة حرة للنادي الأهلي وسط ترقب، يا ترى مين هيقدر، يا ترى مين هيسجل، يا ترى مين هيشكل خطورة من هذه اللقطة. بتتلعب على طول ولكن بقى تصطدم بالحائط، يعني كانت محتاجة تكون عالية شوية، ترجع لهجمة نادي الزمالك ولكن يرجع ويجيبها لاعبي النادي الأهلي، وتعود الكرة من شادي إلى حارس المرمى مصطفى شوبير. شوبير بيلعب الكرة لعبد الرحمن رشدان، بدأ الأهلي يسرع من الريتم كده علشان يصل إلى مبتغاه وهو تسجيل الهدف الأول في المباراة النهاردة. حمدي ياسر، اتلعبت الكرة مرة تانية في وسط الملعب للنادي الأهلي، أحمد أشرف، عبد الرحمن رشدان، حمدي ياسر في وسط الملعب لعبد الرحمن مانو، يتقدم مانو للأمام وماشي مانو وبيلعب التمريرة الأمامية الحلوة هناك ناحية الشمال، وادي كرة خطرة داخل منطقة الجزاء، ولكن طالع بقى المرة دي معاذ علاء الدين حارس مرمى نادي الزمالك وبيمسك. معاذ علاء الدين طالع في توقيت مناسب الحقيقة وبيمسك الكرة في اللقطة الماضية، هجمة كانت خطر للنادي الأهلي اللي حاول يعني يلعب كرة في العمق كده لاعب النادي الأهلي في اللقطة الماضية. تعود الكرة هناك ناحية الشمال مرة أخرى، مانو بيلعب الكرة الأمامية تخبط ولمسة يد للنادي الأهلي من ناحية الشمال. لمسة يد للنادي الأهلي من ناحية الشمال بناء على قرار من حكم اللقاء كابتن صابر إبراهيم، والركلة الحرة للنادي الأهلي. خلاص بنقترب من الدقيقة 40، بنلعب في الدقيقة 39 من عمر وأحداث الشوط الأول، ولا زال التعادل السلبي بدون أهداف. انطلاقة حمدي ياسر بيلعبها ناحية اليمين، وادي المحاولة والفاول والتدخل العنيف على اللاعب جلال فارس لاعب النادي الأهلي، وفاول للنادي الأهلي من ناحية اليمين. جلال فارس بيلعب الكرة في الخلف مرة تانية، أدي عبد الرحمن مانو أهو بيلعب الكرة في وسط الملعب، استلام وتعود الكرة ليه مرة تانية من كريم سعد الله لعبد الرحمن، بيلعبها ناحية اليمين، استلام من اللاعب عبد الرحمن رشدان، مرور وتمرير كده في الوسط كريم سعد الله. هجمة للنادي الأهلي هناك ناحية الشمال، حسام ياسين بيلعبها، ترجع الكرة مرة تانية وادي التمريرة الأمامية اللي دايما بيلعبوها ولكن المرة دي طويلة شوية على اللاعب جلال فارس الحقيقة، اللي يحسب له ان هو حاول على الكرة رغم انها كانت يعني طويلة عليه في اللقطة الماضية، وتمر الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى لنادي الزمالك. كرة للزمالك، شوف لعيب الزمالك يعني بياخد وقت كبير جدا في تنفيذ رميات التماس والركلات الحرة وبيضيعوا الوقت كده، ولكن هو لسه بدري، لازلنا ده لسه يمكن يتبقى 5 دقائق غير الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الاول ده غير الشوط الثاني. وادي محاوله بقى من اللاعب شادي رضوان، انما الكره يعني ما تمشيش معاه في اللقطه الماضيه، ترجع الكره مره اخرى لنادي الزمالك، ملعوبه اماميه من اللاعب مصطفى سيد، وحكم اللقاء بيدي الفاول لنادي الزمالك في هذه اللقطه، بيدي الفاول لنادي الزمالك. ادي امامنا طبعا كابتن احمد زكريا، طبعا بنقول الحمد لله بالسلامه للكابتن محمود الخطيب للاسطوره الكبيره طبعا بيبو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي،
اللي في الايام القادمه ان شاء الله هيفتتح صرح كبير جدا بقى في التجمع، وفرع جديد من فروع النادي الاهلي المتميزه والمتالقه دائما طبعا، يعني صرح فخر ومفخره كبيره جدا طبعا للنادي الاهلي اللي هيتفتح في التجمع ده في الايام القادمه ان شاء الله. تعود الكره مره تانية، مجلس اداره النادي الاهلي اللي على جميع المستويات عامل انجازات كبيره جدا طبعا. ادي امامنا حسام ياسين للنادي الاهلي واقع على ارض الملعب، نتمنى له السلامه. نلعب في الدقيقه 41 ولا زال التعادل السلبي بدون اهداف مشاهدينا. ادي الهجمه وادي اللقطه وادي اللعبه اللي امام حضراتكم، بيعيدها مخرج اللقاء والفاول للنادي الاهلي للاعب حسام ياسين على اللاعب محيي جمعه من ناحيه اليمين في مباراه اليوم. ركلات ثابته يعني كثيره اتت للنادي الاهلي، سواء ركنيه او يعني نقدر نقول فاولات من على حدود منطقه الجزاء الحقيقه، ولكن حتى الان لسه بقى هنشوف الاستغلال. ادي الكره تتلعب على طول عرضيه داخل منطقه، بيطلع دفاع الزمالك ترجع مره تانية، كره ملعوبه عاليه كده وبتطب وتوصل مره اخرى، وهنشوف بقى هنا حكم اللقاء بيدي تسلل رايه وصفاره، ركله حره غير مباشره. كابتن هاني خيري بيرفع رايته وكابتن صبري ابراهيم بيصدق على القرار ويحتسب التسلل لصالح نادي الزمالك. معاذ علاء الدين حارس المرمى في مباراه اليوم. ادي امامنا معاذ علاء الدين بيلعب الكره الاماميه، معاذ عاليه ومعديه وترجع الكره مره اخرى هناك ناحيه الشمال للنادي الاهلي، وادي التمريره الاماميه الحلوه والمحاوله في هذه اللقطه بقى من اللاعب علي عمرو اللي كان بيحاول على الكره ولكن بيطلع دفاع نادي الزمالك، وتعود الكره مره اخرى الى خارج الملعب، طلعت وبقت رمية تماس من ناحيه اليمين لصالح مصطفى فريد شوقي. ادي مصطفى لاعب نادي الزمالك، وحكم اللقاء بيطمئن كده على واحد من لاعبي نادي الزمالك يبدو انه بيعاني من اصابه، شفنا اصابات كتير جدا للاعبي نادي الزمالك في مباراه اليوم. وادي حكم اللقاء كابتن صبري ابراهيم، واضح من الحديث كده بيقول له هل قادر تكمل ولا تخرج اللاعب مصطفى طارق. تتلعب الكره مره تانية وتوصل ناحيه الشمال للنادي الاهلي، ادي الهجمه ادي المحاوله للاهلي في اتجاه اللاعب علي عمرو، ولكن بيطلع دفاع الزمالك وضغط احمد اشرف على حارس المرمى معاذ علاء الدين اللي بيلعب الكره الاماميه العاليه، وتمر الى خارج الملعب مره اخرى وتطلع وتبقى رميه تماس. وسط المتابعه امام حضراتكم من مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، شياكه واناقه للمدير الفني البرتغالي طبعا او مارسيل كولر. ادي الانطلاقه المدير الفني السويسري، تتلعب الكره مره ثانيه والمحاوله احمد اشرف بيلعب كره بينيه حلوه وخطره وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس، تطلع وتبقى رميه تماس لصالح النادي الاهلي اللي بيحاول في هذه اللحظات. شوف زياد طارق راح ناحيه الشمال ومحاوله في اللقطه الماضيه والضغط بقى من حسام ياسين، ولكن بيطلع دفاع الزمالك، حرص كبير من لاعبي الاهلي على الضغط في هذه اللحظات، عايزين بقى يسجلوا قبل نهايه احداث الشوط الاول، ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس، رمي التماس لنادي الزمالك. يعني لو ادي بقى حسام اشرف واللاعب ده بنذكر حضراتكم نزل بديل للاعب ادهم محمود اللي هو كان خرج اساسا للاصابه، وادي امامنا حسام اشرف ايضا بيعاني من الاصابه، يعني مش ممكن النهارده لو حسبنا الاصابات وتوقف المباراه والفاولات والامور دي كلها ترجع الكره مره ثانيه. في وسط الملعب ومحاوله للنادي الاهلي عبد الرحمن مانو، وادي الهجمه بقى ادي الهجمه ادي علي عمرو اهو اللي عنده اربع اهداف بيلعب الكره الاماميه، ولكن بقى تعود مره ثانيه لنادي الزمالك ناحيه الشمال، محيي جمعه بيعدي وماشي محيي وبيحاول، ولكن الضغط في هذه اللقطه من اللاعب حسام ياسين وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس. ادي بقى الاحاديث والكلام اكيد على المباراه واللعيبه داخل ارض الملعب، وهنشوف بقى ايه اللي ممكن يحدث، اكيد هيكون في كلام كتير جدا من كابتن شريف عبد الفضيل للاعبيه ما بين شوطي هذا اللقاء. ادي الانطلاقه احمد اشرف والمحاوله في هذه اللقطه حسام ياسين بيلعبها لاحمد اشرف مره ثانيه، وادي كره حلوه للنادي الاهلي، ادي الهجمه من ناحيه شمال والمحاوله مره اخرى، ولكن تعود الكره للزمالك محمد حسام الدين بيلعب الكره الاماميه وترجع الكره للنادي الاهلي، سيطره كبيره واستحواذ للنادي الاهلي الحقيقه في الشوط الاول من هذا اللقاء اللي وصلنا للدقيقه 45 يعني نهايه الوقت الاصلي في انتظار بقى الوقت المحتسب بدلا من الضائع. كلنا طبعا بنتابع كاس العالم وبنشوف
طريقه احتساب الوقت بدل الضايع اللي بنشوفه كتير جدا في المباريات، ولكن هم بيوقفوا الكوره زي العاب الصالات كده الحقيقه. يعني لو الكره خرجت رمي التماس فاول مخالفه مش عارف ايه، الوقت بيوقف. يعني ادي كره ملعوبه وتعود الكره مره تانية هناك ناحيه اليمين للنادي الاهلي، ولكن ترجع للزمالك بمخالفه في احداث هذا اللقاء على اللاعب شادي رضوان، واقع على ارض الملعب. نتمنى له يعني هو الراجل يبدو ان الجزمه كده، وادي امامنا محمد عبد المنعم ومحمد محمود لاعبي الفريق الاول للنادي الاهلي، واجيال طبعا بتسلم بعض والكل في واحد، وكل يعني النادي الاهلي ولاعبيه اللعيبه طبعا اللي محمد عبد المنعم واحمد عبد القادر اللي كانوا خرجوا من قطاع الناشئين اعارات ورجعوا مره تانية، وبيعتمد عليهم النادي الاهلي طبعا بشكل متميز جدا، واصبحوا لعيبه يعني دوليين. ادي كره بتتلعب مره تانية وتوصل الكره في الخلف كده لعبد الرحمن رشدان، كره ملعوبه حلوه ولكن تمر الى خارج الملعب وطلعت وبقت رميه تماس، طلعت وبقت رميه تماس من ناحيه الشمال لصالح نادي الزمالك في احداث هذا اللقاء. هيلعبها اللاعب محي جمعه. ادي امامنا بقى يمكن صوره وربط جميل من مخرجنا استاذ محمد الدكروري للاجيال بقى اللي بتسلم، اجيال محمد محمود ومحمد عبد المنعم والكابتن حسام غالي والكابتن خالد بيبو وكابتن وائل رياض، يعني نجوم كبار جدا من النادي الاهلي على مدار التاريخ. النادي الاهلي الكيان الكبير اللي دايما بيخرج لاعبين واجيال كبيره، ودايما بيكون هو حامل لواء الانتصارات للكره المصريه في المحافل الخارجيه، نادي القرن الافريقي قول زي ما انت عايز. يعني النادي الاهلي النادي الكبير، زعيم افريقيا وايضا زعيم على المستوى المحلي الاكثر تحقيقا للبطولات والانجازات، ويعني خرج من المحليه العالميه طبعا، كلنا كنا بنشوف الانديه الاكثر تحقيقا للبطولات على مستوى العالم وتحقيق البرونزيه لكاس العالم للانديه والمشاركه اكثر من مره. وادي امامنا مارسيل كولر، يعني لقطه مجمعه للكل، لكل الجهاز الفني الفريق الاول ونجوم الفريق الاول للنادي الاهلي، وايضا النجوم الكبار اللي سبقوا للنادي الاهلي زي ما قلنا. وادي بقى الفاول من ناحيه الشمال في هذه اللقطه للنادي الاهلي، وبنلعب في الدقيقه 48، وادي كره عرضيه ولكن بقى طالع حارس المرمى معاذ علاء الدين وبيمسك الكره في هذه اللقطه مشاهدينا الاعزاء، وبيلعب الكره الاماميه العاليه والمحاوله لنادي الزمالك، ولكن الهجمه بقى ترجع لعبد الرحمن رشدان. شوف التدخل من لاعبي النادي الاهلي حسام ياسين وعبد الرحمن، ولكن تعود الكره لنادي الزمالك. وادي الانطلاقه من ناحيه الشمال، محمد حسام الدين بيلعب كره عرضيه خطيره جدا خطيره جدا للزمالك، ولكن بيطلع دفاع النادي الاهلي. ترجع الكره، ادي الهجمه للاهلي محتاجه تكون سريعه، احمد اشرف بيلعب لعلي عمرو، وادي بقى الكره الملعوبه هناك ناحيه الشمال والكره الحلوه والانطلاقه الجميله، وعلى طول زياد طارق، زياد بيلعب الكره العرضيه الخطيره، ولسه الهجمه للنادي الاهلي والمحاوله بقى هنا في هذه اللقطه من اللاعب احمد اشرف اللي احيا الهجمه ولعبها لزياد ناحيه الشمال، ولكن بيعود لاعب الزمالك ويجيبوها مره ثانيه وترجع للاهلي ثم عائده للزمالك في احداث هذا اللقاء. مصطفى سيد بيلعب كره في وسط الملعب، محمد خضري بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال، الهجمه لنادي الزمالك والمحاوله والانطلاقه، ترجع الكره هناك ناحيه اليمين للزمالك والكره العرضيه داخل منطقه وفرصه كبيره جدا ضايعه، فرصه كبيره جدا ضايعه لنادي الزمالك في اللقطه الماضيه الحقيقه، كره عرضيه واللاعب مصطفى سيد ولكن الكره الى خارج الملعب. ادي اللقطه، وادي مصطفى طارق بيلعب الكره العرضيه، وشوف الراجل طالع ولاعب ولكن تمر الى كره الى خارج الملعب. ده كان اللاعب حسام اشرف والله اللاعب البديل صاحب القميص رقم 33 لاعب نادي الزمالك، يمكن اخطر هجمه للزمالك في الشوط الاول حتى الان. يعني اتلعبت الكره مره تانية في وسط الملعب، عبد الرحمن مانو بيلعبها تعود اليه مره اخرى من حسام ياسين، ادي الهجمه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال والكره العرضيه انما تصطدم وترجع مره تانيه للاعبي النادي الاهلي، كره في وسط الملعب، عبد الرحمن مانو يتقدم للامام والمحاوله للاهلي، تتلعب الكره مره تانيه هنا ناحيه اليمين، عبد الرحمن رشدان اللي زايد لقدام بيلعب كره، وادي الكره البينيه الحلوه جلال فارس، العرضيه الخطيره ولكن توصل الى معاذ علاء الدين، معاذ علاء الدين حارس مرمى نادي الزمالك امام حضراتكم بيمسك الكره وبيهدى عليها تماما، والانظار كلها متوجهه نحو حكم اللقاء صبري ابراهيم حكم مباراه اليوم اللي لعب في الدقيقه 50 من عمر واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء، تعادل سلبي بدون اهداف، وبالفعل يطلق كابتن صبري ابراهيم صافره نهايه احداث الشوط
الأول من هذا اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف هنا ملعب الأهلي بمدينة نصر، الأهلي والزمالك مشاهدينا الأعزاء. استراحة قصيرة ولنا عودة مع بداية أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وأمني، كنت معكم تامر عبد السلام، وفاصل ونعود للكابتن أسامة حسني وضيوفه الكرام في استاد الأشبال. شكرا للكابتن أسامة حسني وضيوفه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة تانية مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي شاشة قناة الأهلي، أهلا وسهلا بحضراتكم وأحداث الشوط الثاني من لقاء القمة لدوري الجمهورية مواليد 2001 بين الأهلي والزمالك. نتيجة أحداث الشوط الأول هي التعادل السلبي بدون أهداف في شوط سيطر عليه لاعبي النادي الأهلي استحواذا ولعبا ووصولا إلى المرمى ولكن دون تسجيل أهداف. يمكن الشوط الأول كان شاهد أيضا فرصتين لنادي الزمالك وتألق لحارسه معاذ علاء الدين وأيضا للاعب كريم محمد اللي هو صاحب القميص رقم 7. على بركة الله بدأنا مع حضراتكم أحداث الشوط الثاني، ونتمنى بقى إن احنا نشوف أهداف ونشوف شوط ثاني جميل ومميز من لاعبي الفريقين بقيادة طاقم التحكيم صبري إبراهيم وهاني خيري وأحمد عادل. نذكر حضراتكم سريعا بتشكيل الفريقين، الاهلي مصطفى شوبير، حمدي ياسر، عبد الرحمن رشدان، جلال فارس، حسام ياسين، عبد الرحمن مارو، كريم سعد الله. نشوف الهجمه دي الاول للاهلي، حسام ياسين اللي كان متقدم في اللقطه الماضيه ولكن تعود الكره لنادي الزمالك، احمد اشرف، زياد طارق، شادي رضوان، علي عمرو، ده استكمالا لتشكيل نادي الاهلي في المباراه. معاذ علاء الدين للزمالك، محي جمعه، محمد طارق، طاهر هشام، مصطفى طارق، مصطفى سيد، محمد خضري، محمد حسام الدين، مصطفى فريد شوقي، حسام اشرف وكريم محمد. ادي بدايه الهجمه للنادي الاهلي، اكيد بقى كابتن شريف عبد الفضيل قال لهم نترجم بقى السيطره على مجريات الامور في ارض الملعب بشكل متميز ونقدر نسجل بقى في ماتش النهارده. ادي كره ملعوبه انما تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس، او هنشوف بقى ركله مرمى، هنشوف الكره اللي يبدو انها ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحية الشمال في هذه اللحظات، ركلة ركنية للأهلي، النادي الأهلي في مباراة اليوم مشاهدينا اللي بالتأكيد بيسعى بقوة للفوز للمنافسة على الصدارة في دوري الجمهورية اللي بيتصدروا سموحة برصيد 18 نقطة. ركلة ركنية للنادي الأهلي من ناحية الشمال في أحداث هذا اللقاء، تتلعب على طول عرضية خطيرة جدا، وادي بقى اللمسة ولكن تعود مرة تانية دفاعية من لاعبي نادي الزمالك، كان بيحاول عليها اللاعب علي عمرو ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس. رميه تماس للاهلي، بدايه متوقعه هجوميه من لاعبي النادي الاهلي في بدايه احداث الشوط الثاني. جلال فارس، جلال بيلعب الكره هناك ناحيه اليمين للنادي الاهلي في مباراه اليوم. ادي الهجمه وادي المحاوله ترجع لجلال مره ثانيه اللي بيلعب كره عرضيه ولكن بيطلع دفاع نادي الزمالك. بدايه ضاغطه كده من لاعبي النادي الاهلي مع بدايه احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، ولكن بقى الهجمه للزمالك، تصويبه من بعيد جدا دي، تصويبه من بعيد جدا دي على حارس المرمى مصطفى شوبير من اللاعب محمد حسام الدين، لما تطلع وتبقى ركله مرمى للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. تتلعب الكره مره ثانيه، حمدي ياسر، حمدي ياسر للنادي الاهلي، كره في وسط الملعب، استلام امام حضراتكم من عبد الرحمن مانو، بيلعب في الخلف مرة تانية لعبد الرحمن رشدان اللي بيلعبها لحمدي اللي بيلعب الكرة الأمامية ومعدية واصلة خطرة جدا ناحية اليمين للنادي، ناحية الشمال للنادي الأهلي، وتمر الكرة إلى خارج الملعب وتطلع. حسام أشرف، ده كريم الدبيس، ده اللي نزل كريم الدبيس، شارك مع بداية أحداث الشوط الثاني للنادي الأهلي، صاحب القميص رقم 33، لاعب متألق الحقيقة كريم الدبيس، قادم من وادي دجله. تتلعب الكره مره ثانيه اماميه، اول اهدافه طبعا كانت مع النادي الاهلي 2003 امام بتروجيت، لاعب متالق بيعول عليه الكثير جماهير النادي الاهلي الحقيقه. ادي كره الى خارج الملعب، بعض التدعيمات بقى من كابتن شريف عبد الفضيل المدير الفني للنادي الاهلي. اللاعب محمد رضا ايضا تم تبديله ونزوله من النادي الاهلي. ادي هجمه من ناحيه شمال كريم الدبيس، بيلعب كره عرضيه خطيره جدا انما الى خارج الملعب، الى خارج الملعب. محمد رضا ايضا نزل ارض الملعب، يبقى كده كريم الدبيس ومحمد رضا. ادي الهجمه وادي اللقطه الخطيره جدا طبعا للنادي الاهلي اللي فاتت دي، انما مرت الى خارج الملعب وركله مرمى لمعاذ علاء الدين.
حارس مرمى نادي الزمالك في مباراة اليوم. بتتلعب الكرة أمامية عالية، أدي المحاولة وتوصل ناحية اليمين عند اللاعب مصطفى طارق، هجمة للنادي الأهلي، أحمد أشرف، بيعدي أحمد أشرف وماشي وياخد فاول للنادي الأهلي، ركلة حرة للنادي الأهلي. النادي الأهلي اللي بينقصه التسجيل في مباراة اليوم، ترجمة بقى ليه السيطرة والاستحواذ على الكرة. وشفنا بقى الاستوديو التحليلي اللي اتكلموا كتير جدا على اللعب على الأجناب، أدي أمامنا كابتن شريف عبد الفضيل المدير الفني للنادي الأهلي اللي واقف على الخط، وطبعا كلنا عارفين وتابعنا في الشوط الأول حضور لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي الفريق الأول اللي متواجد هو وجهازه الفني خارج الملعب. ادي كرة خطرة داخل منطقة وجوه الجول، جوه الجول، الهدف الأولاني، الهدف الأول للنادي الأهلي في مباراة اليوم. عبد الرحمن مانو كرة حلوة جدا ولعبة رأسية داخل الشباك علشان يسجل النادي الأهلي الهدف الأول. ويفرق ايه الورد عنك غير انه واخد جماله منك يا عبد الرحمن يا مارو؟ عبد الرحمن مانو، عبد الرحمن مانو يسجل الهدف الأول في مباراة اليوم. ادي بقى جلال فارس، وادي الركلات الثابتة، وبداية جيدة للنادي الأهلي في الشوط الثاني. لعبة رأسية، وادي عبد الرحمن مانو وداخل الشباك على يسار حارس المرمى معاذ علاء الدين علشان يتقدم النادي الأهلي بالهدف الأول. عبد الرحمن مانو يسجل الهدف الأول في مباراة اليوم للنادي الأهلي. واحد الأهلي لا شيء الزمالك، واحد الأهلي لا شيء الزمالك في الدقيقة 50 من عمر وأحداث المباراة. مشاهدينا الأعزاء، الدقيقة 5 من عمر وأحداث الشوط الثاني، هدف مستحق وترجم السيطرة للنادي الأهلي. استغلال بقى الركلات الثابتة مشاهدينا الأعزاء بشكل متميز. هذه طبعا كابتن شريف عبد الفضيل وسعادة بالتأكيد بالهدف اللي سجله لاعب عبد الرحمن مانو لاعب النادي الاهلي، لاعب اللي كان يعني معار لفيوتشر في الموسم الماضي، قدر ان هو يسجل الهدف الاول في مباراه اليوم. وادي اصابات كتيره جدا للاعيب نادي الزمالك شفناها في مباراه اليوم، انما عبد الرحمن مانو ولعبه راسيه متابعه للكره العرضيه اللي اتلعبت كده داخل منطقه جزاء نادي الزمالك. وادي بقى شريف عبد الفضيل بيتكلم مع اللاعبين احمد اشرف وزملائه في ارض الملعب. وادي الاعاده للهدف، ادي الاعاده للهدف، ادي جلال فارس لعب الكره العرضيه الحلوه، وادي بقى اللعبه الراسيه داخل منطقه الجزاء. وشوف بقى عبد الرحمن مانو يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، قدر ان هو يسجل هدف حلو قوي، واخد الكره قبل اللاعب محمد طارق لاعب نادي الزمالك وداخل الشباك علشان يتقدم النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. هدف للاهلي، هدف التقدم. طبعا يوم السبت الماضي النادي الاهلي 2005 كان حقق الانتصار ايضا على نادي الزمالك على هذا الملعب بهدف كان سجله اللاعب محمد عبد الله، تسديده كانت صاروخيه كده، استغل الكره اللي عادت من حارس مرمى نادي الزمالك وقدر ان هو يضعها داخل شباك نادي الزمالك 2005 علشان يفوز الاهلي. وطبعا كان ايضا متواجد في ارض الملعب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي اللي بالتاكيد يعني وجوده مهم جدا، وبيوجه رساله كده للاعبي النادي الاهلي في قطاع الناشئين ان كل لاعب في القطاع مهم جدا، واي حد هيجتهد هياخد فرصته ويتم تصعيده للفريق الاول علشان يكون نجم كبير طبعا من نجوم والنادي الاهلي. نادي الزمالك بيستعد لاجراء تبديلين، كابتن احمد زكريا المدير الفني، وفي لاعب طبعا مصاب امام حضراتكم هيخرج خارج ارض الملعب. مشاهدينا ومتابعينا، طبعا يمكن مشوار فريق الاهلي بقى مواليد 2001 كان حقق الفوز في اول مبارياته على نادي فيوتشر 2-1، وكان خسر امام سموحه 1-2، وتعادل مع المصري 2-2، وفاز على البنك الاهلي 2-1، واخيرا كان فاز على فيوتشر 2-1. بالمناسبه فيوتشر الاهلي كسبه 2-1 في الاسبوع الماضي ده، كان كسب الزمالك على طبعا الفريق اللي امام حضراتكم ده 6-0 في مباراه مواليد 2001. يعني ادي كره بتتلعب هناك ناحيه اليمين، استلام بشكل جيد، طبعا معنويات عاليه للاعبي النادي الاهلي بعد الهدف بقى اللي قدروا انهم يسجلوه عن طريق اللاعب عبد الرحمن مانو. كرة فاول في وسط الملعب لنادي الزمالك، بتلعب الكرة ناحية الشمال هناك، الزمالك اللي بيحاول دلوقتي يسرع اللعب، ودي تصويبة انما بعيدة الى خارج الملعب، طلعت وبقت ركلة مرمى لحارس المرمى مصطفى شوبير، الحارس المتألق جدا في الشوط الاول، على الرغم من ندرة الكرات بقى اللي جت على مصطفى شوبير الا انه يعني اثبت جدارة كبيرة جدا حارس مرمى النادي الاهلي. تتلعب الكرة مرة تانية، ادي الهجمة ليه احمد اشرف، بيلعب كره بينيه حلوه وخطره جدا للاهلي وتتلعب جميله جدا بقى، وادي الانطلاقه من اللاعب محمد رضا بيلعبها ناحيه الشمال ترجع لكريم الدبيس، البدلاء بقى اللي ليهم دور كبير في الشوط الثاني. عبد الرحمن مانو بيلعب الكره العرضيه هناك توصل ناحيه اليمين، استلام بشكل جيد من لاعبي النادي الاهلي، وادي الكره الملعوبه
من اللاعب جلال فارس اللي كان تألق جدا في الشوط الأول مع زياد طارق الحقيقة في جبهة يمنى متميزة للأهلي، ودي كرة ملعوبة في اتجاه اللاعب علي عمرو اللي بيسعى لإضافة الهدف الخامس ليه على المستوى الشخصي، عنده 4 أهداف في دوري هذا الموسم اللاعب علي عمرو لاعب النادي الأهلي، وبالتأكيد هيكون الجول الثاني في المباراة للأهلي اللي متقدم بهدف مقابل لا شيء. ادي انطلاقه حلوه ومرور جميل يا ولد يا لعيب، عدى حلو قوي بقى، وادي الكره العرضيه، الكره العرضيه من شادي رضوان جميله في اللقطه اللي فاتت دي، مرور بشكل متميز من اللاعب شادي الحقيقه للنادي الاهلي، وادي امامنا يمكن بعض نجوم نادي الزمالك اللي متواجدين في ملعب المباراه ايضا، و كره للنادي نادي الزمالك ركله حره هيلعبها طاهر هشام، طاهر هشام بيلعب الكرة الأمامية العالية وتعود بلمسة رأسية كده من الدبيس كريم بيلعبها، والكرة لنادي الزمالك ادي الانطلاقة وتعود الكرة مرة تانية، خطرة 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 وهدف التعادل، خطرة وهدف التعادل في المباراة، هدف التعادل لنادي الزمالك اتلعبت بشكل متميز، واللاعب كريم محمد يسجل هدف التعادل في مباراة اليوم لصالح نادي الزمالك على يعني عكس سير مجريات اللقاء، انما بدايه متميزه. ادي اللاعب كريم محمد، شوف المرور من اللاعب كريم محمد في اللقطه الماضيه، عدى كده ومشي ولعب كره بينيه وعدت من اللاعب عبد الرحمن رشدان ورجعت له مره اخرى، وحظه كان كويس جدا اللاعب كريم محمد وحطها في لحظه خروج الحارس مصطفى شوبير على يساره علشان يتعادل نادي الزمالك امام النادي الاهلي بهدف لهدف في مباراه اليوم. 1-1 في احداث هذا اللقاء. الاهلي اللي كان مستحوذ وقدر ان هو يسجل مع بدايه احداث الشوط الثاني، ولكن نادي الزمالك عاد وسجل التعادل. وادي امامنا اللاعب مصطفى خالد لاعب نادي الزمالك. مصطفى خالد بينزل صاحب القميص رقم 21. تتلعب الكره مره ثانيه، لسه بدري تماما. ولاعبي الاهلي قادرين على انهم يسجلوا اهداف اخرى ان شاء الله. كريم الدبيس بيعدي بشكل متميز وفاول على اللاعب مصطفى سيد لاعب نادي الزمالك، فاول للنادي الاهلي للاعب كريم الدبيس. تتلعب الكوره احمد اشرف في وسط الملعب، استلام ومرور وتمريره كده اماميه وترجع الكوره مره ثانيه لمحمد رضا بيلعب الكره العرضيه العاليه على حدود منطقه الجزاء للنادي الاهلي في مباراه اليوم، ولكن مقطوعه الكوره والهجمه اللي تتلعب هناك ناحيه الشمال وضاغط على طول اللاعب جلال فارس وبيطلع الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس لنادي الزمالك من ناحيه الشمال، رميه تماس للزمالك من ناحيه الشمال. نتيجه المباراه اصبحت 1-1 والشوط الثاني كده في بدايته سجل الاهلي وسجل الزمالك، بدايه مبشره كده في الشوط الثاني مليئه بالاهداف والاثاره والنديه والمتعه الكرويه اللي بنتمنى انها تكون حاضره وبقوه بقى في الشوط الثاني من هذا اللقاء. ترجع الكرة للنادي الأهلي، أدي بداية الهجمة للاعبي النادي الأهلي، كرة في وسط الملعب. يتقدم على طول هنا كريم بيلعب كرة في وسط الملعب، وأدي بقى أمامنا شادي رضوان. وترجع الكرة ناحية الشمال عند كريم الدبيس، في وسط الملعب أحمد أشرف. محمد رضا. استلام وانطلاقة عبد الرحمن مانو. كرة لشادي رضوان. شادي واحدة والتانية جميلة وحكم اللقاء بيدي فاول من مكان متميز، ركلة حرة للنادي الأهلي من مكان متميز في هذه اللقطة، كابتن صبري إبراهيم بيدي الفاول، مش عارف بيتكلم على إيه هنا بقى لاعب نادي الزمالك اللاعب مصطفى خالد، وأدي على طول حكم اللقاء بيدي الفاول للنادي الأهلي. أدي الهجمة وأدي شادي رضوان، شوف بقى التمريرة وشوف اللعبة وشوف المرور والتدخل من اللاعب مصطفى فريد شوقي على اللاعب شادي رضوان لاعب النادي الأهلي، وركلة حرة للنادي الأهلي في أحداث هذا اللقاء من مكان متميز جدا، من مكان متميز جدا. هنشوف بقى هنا عبد الرحمن رشدان وزياد طارق وجلال فارس يا ترى هيعملوا إيه في هذه اللعبة، يا ترى هيعملوا إيه في هذه اللعبة، يعني بيكون بقى الركلات الثابتة اللي من الأماكن زي دي بنشوف منها أهداف كتير جدا وأهداف بتكون جميلة، أهداف بيبقى شكلها حلو وبتحسم نتائج مباريات وأمور كتيرة جدا، وأدي تصويبة وخطرة جدا والجول الثاني، والجول الثاني للنادي الأهلي، الهدف الثاني للنادي الأهلي في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء، تصويبة من اللاعب جلال فارس ومعاز علاء الدين حارس المرمى يعني يفشل في التقاط الكرة والنادي الأهلي بيسجل الهدف الثاني في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. إذن الأهلي
الاهلي بيسجل الهدف الثاني في مباراة اليوم علشان تبقى النتيجة الاهلي 2 والزمالك 1. وادي امامنا كابتن صبري ابراهيم حكم هذا اللقاء في مباراة اليوم. كلام بقى من الجهاز الفني والاداري اللي بيعترض على الهدف الثاني للنادي الاهلي اللي سجل في احداث هذا اللقاء. وادي امامنا الاعاده، ادي امامنا بقى هنا الكره الحلوه من اللاعب جلال فارس، وحارس المرمى معاذ علاء الدين حاول عليها والكره الى داخل الشباك، وهدف للنادي الاهلي، هدف للنادي الاهلي في مباراه اليوم عن طريق اللاعب احمد اشرف، وهدف تاني في احداث هذا اللقاء. مشاهدين الاعزاء ما فيهاش اي حاجه تماما، الحارس مسك الكره وقعت منه قدر ان هو يسجلها، والمتابعه الجيده في اللقطه الماضيه والاهلي يتقدم بالهدف الثاني في احداث هذا اللقاء. مشاهدينا الاعزاء، ادي حكم اللقاء بيتكلم، وادي هنا بقى يبدو ان في كارت احمر هنشوف للكابتن احمد زكريا ولا مين لنادي الزمالك اللي نزلوا واعترضوا بشده طبعا على لقطه الهدف الثاني للنادي الاهلي اللي طبعا شفناها في الاعاده في اللقطه الماضيه. هدف ثاني للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. ادي اللقطه مره تانية، ادي اللقطه، خلي بالك بقى، ادي الراجل مسك الكوره وقعت منه، وقعت منه، وادي التدخل هنا في هذه اللقطه فيها ايه؟ طيب امام حضراتكم اللقطه وامام حضراتكم اللعبه، وعبد الرحمن مانو واحمد اشرف والهدف الثاني للنادي الاهلي، الهدف الثاني للنادي الاهلي في مباراه اليوم. اللاعب معاذ علاء الدين حارس المرمى مسك الكوره وقعت منه، لاعبي الاهلي ضغطوا عليه، عبد الرحمن مانو اخذها، وصلت الكره لاحمد اشرف اودعها الشباك علشان يتقدم الاهلي 2-1 في مباراه اليوم. لا زال اللاعب متوقف، وادي واحد من اعضاء الجهاز الفني لنادي الزمالك طبعا بيحصل على الكارت الاحمر من قبل حكم اللقاء اللي مستني ان هو يخرج خارج الملعب علشان يكمل المباراه. يعني مش ممكن طبعا ان هم بينزلوا ارض الملعب للاعتراض على حكم المباراه اللي هو طبعا كابتن صبري ابراهيم. يعني الجهاز الفني والاداري لنادي الزمالك نزلوا ارض الملعب بيعترضوا على حكم اللقاء بشده في اللقطه اللي الماضيه دي، وخطأ من حارس المرمى معاذ علاء الدين. ادي امامنا الراجل بيغادر ارض الملعب طبعا لنادي الزمالك، تتلعب الكوره، الاهلي متقدم 2-1 بسرعه، عاد لاعبي الاهلي وسجلوا التقدم، قدروا ان هم يعودوا من جديد ويتقدموا بالهدف الثاني في مباراه اليوم علشان تبقى النتيجه الاهلي 2 الزمالك 1. الاهلي الحريص بشده على الفوز اليوم على نادي الزمالك، فوز في المقام الاول، ويواصل بقى المطارده على الصداره ومحاوله تحقيق دوري الجمهوريه في هذا الموسم لمواليد 2001 مع المدير الفني القدير طبعا كابتن شريف عبد الفضيل. الحقيقه الاهلي اللي لعب 5 جولات ولديه مباراه مؤجله مع نادي الاتحاد ولديه 10 نقاط يسعى للفوز النهارده والوصول الى النقطه رقم 13. تتلعب الكره مره ثانيه، ادي الهجمه بقى لنادي الزمالك، مصطفى فريد شوقي، وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس. وادي شريف عبد الفضيل بقى والتعليمات للاعبيه في مباراه اليوم. رمي التماس، تتلعب الكره مره ثانيه، ادي الكره للنادي الاهلي، عبد الرحمن مانو في وسط الملعب، محمد رضا بيلعب كره بينيه، شادي رضوان الفراري اهو بيعدي من ناحيه شمال، انما الكره يبدو انها خرجت وبقت رمي التماس لنادي الزمالك من ناحيه اليمين. مصطفى طارق بيلعبها وضغط في هذه اللقطه من اللاعب محمد رضا للنادي الاهلي، ترجع الكره لمصطفى خالد لاعب نادي الزمالك اللي نزل في احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. محاوله، وادي بقى الضغط هنا من مانو بياخدها منه شادي رضوان، شوف بقى الضغط اللي بيلعبه وبيمثله لاعبي النادي الاهلي على الزمالك في اللقطه الماضيه دي علشان كده بيخلوهم يغلطوا. تتلعب الكره مره ثانيه، ضغط متقدم كده واضحه التعليمات من كابتن شريف عبد الفضيل، وادي كره الى خارج الملعب ورمي التماس عن طريق اللاعب حمدي ياسر، رمي التماس لنادي الزمالك من ناحيه اليمين. مصطفى فريد شوقي بيلعب الكره الاماميه، محاوله للزمالك في هذه اللقطه، تعود الكره في وسط الملعب، مصطفى خالد ترجع لمصطفى مره ثانيه بيعدي وماشي وبيلعب الكره الاماميه في اتجاه اللاعب مصطفى سيد، انما مقطوعه للنادي الاهلي. وادي الهجمه من ناحيه شمال، مرور بشكل متميز جدا في هذه اللقطه، كريم الدبيس بيعدي وبيلعب الكره في وسط الملعب لاحمد اشرف، انطلاقه، ادي على طول احمد اشرف بيستلم وبيعدي بشكل متميز احمد وبيلعب كره وتوصل الى النادي الاهلي، وادي كره ملعوبه من محمد رضا على حدود منطقه الجزاء خطيره جدا، ترجع الكره لعلي عمرو بيلعبها هناك ناحيه اليمين، هجمه للاهلي، هجمه للاهلي خطيره، وادي بقى الكره الحلوه، العرضيه فين؟ العرضيه فين؟ وادي الكره انما الى خارج الملعب، الى خارج الملعب، وطلعت كره كان متقدم فيها اللاعب جلال فارس لاعب النادي الاهلي، انما خبطت فيه والى خارج الملعب وركله مرمى لنادي الزمالك، ركله مرمى لنادي الزمالك.
يعني اللي كان طرد كده في المباراة كابتن إحسان الشحات مدرب حراس المرمى لنادي الزمالك، اللي هو اللي كان بيعترض على حكم اللقاء واللي كان طرده كابتن صابر إبراهيم. ترجع الكرة من ناحية اليمين وادي الانطلاقة في هذه اللحظات بقى لنادي الزمالك في مباراة اليوم عن طريق اللاعب مصطفى خالد، بيلعب كرة على حدود منطقة الجزاء ولكن ترجع بسرعة للاعبي النادي الأهلي، ولكن في فاول وإنذار للاعب جلال فارس لاعب النادي الأهلي. جلال فارس ادي امامنا الكرة والمحاولة في اللقطة الماضية لأمام حضراتكم نادي الزمالك وجلال فارس. شوف جلال والتدخل في اللقطة الماضية على اللاعب محمد خضري، وفاول لنادي الزمالك وإنذار، فاول لنادي الزمالك. شفنا الأهلي سجل الهدف الثاني ليه من متابعة لتنفيذ الركلة الحرة أحمد أشرف، والكرة اللي كان نفذها اللاعب جلال فارس ركلة حرة لنادي الزمالك متطرفة شوية كده ناحية الشمال، ومصطفى شوبير أوفق بيظبط كده الحائط الدفاعي للنادي الأهلي والركلة الحرة لنادي الزمالك. وحكم اللقاء صابر إبراهيم الإشارة واضحة بيقول لهم على الصفارة، وأدي مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، حارس مرمى كبير وخبرة متميزة. وادي بقى هنا الركلة الحرة لنادي الزمالك في أحداث هذا اللقاء، الركلة الحرة لنادي الزمالك، يا ترى هيعملوا بيها ايه؟ هنشوف. ترقب وانتظار في مباراة القمة لدوري الجمهورية مواليد 2001. وادي الكرة ملعوبة، لكن شوف بقى مصطفى شوبير مغطي وبيلمس على طول بمنتهى التألق ويطلع الكرة إلى خارج الملعب علشان تبقى ركلة ركنية للزمالك من ناحية اليمين. اطمن على الأهلي مع مصطفى شوبير، ادي الكرة، وادي بقى يا ولد يا مصطفى، شوف بقى هنا مصطفى شوبير ويعني تراي رائع في اللقطه الماضيه ورده فعل سريعه جدا من حارس المرمى للنادي الاهلي، نتمنى له السلامه. مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي تالق كبير في مباراه اليوم الحقيقه، على الرغم زي ما قلنا من الكور القليله اللي وصلت ليه، ولكن تالق بشكل يعني متميز، يعني كلنا عارفين بقى انه حارس مرمى كبير وابن للكابتن احمد شوبير الحارس التاريخي لكرة القدم المصرية طبعا. وادي امامنا مصطفى شوبير ان شاء الله يقوم ويكمل المباراة امام انظار بقى مارسيل كولر والجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي للفريق الاول. تتلعب الكرة عرضية لنادي الزمالك داخل منطقة، وكرة مرة تانية انما الى خارج الملعب في الشباك الخارجية، وركلة مرمى للاهلي، ركلة مرمى للاهلي لحارس المرمى مصطفى شوبير. زي ما قلنا يمكن اللعيبة بتوع النادي الاهلي النهاردة عندهم فرصة كبيرة جدا انهم يثبتوا نفسهم للمدير الفني مارسيل كولر علشان يعني يستمروا بقى القادمين من الإعارة للنادي الأهلي والعائدين من جديد للنادي الأهلي، وأيضا النجوم للنادي الأهلي 2001 واللي موجودين في أرض الملعب أيضا من مواليد 2003 و2005 اللي شهد لقاء الأهلي والزمالك أيضا مارسيل كولر وجهازه الفني، وفوز الأهلي على الزمالك 2005 بالهدف اللي كان سجله محمد عبد الله يوم السبت الماضي. وادي كورة، وتعود الكرة مرة تانية إلى حارس المرمى معاذ علاء الدين. الأهلي حتى الآن يواصل يعني مسلسل الانتصارات على نادي الزمالك، الفريق الأول حصل على بطولة السوبر، وفريق 2005 حقق الفوز يوم السبت، واليوم 2001 متقدم الأهلي على الزمالك 2-1. مزيد من الانتصارات ومزيد من الأيام الحلوة للنادي الأهلي وجماهيره، جماهير الأهلي العظيمة العاشقة والمحبة للنادي الأهلي والدفع الأول لكيان النادي الاهلي دايما الحقيقه. ترجع الكره مره ثانيه، هذه الهجمه من ناحيه اليمين، وتعود الكره في اتجاه اللاعب كريم محمد، انما فاول للنادي الاهلي من ناحيه اليمين مشاهدينا. تتلعب الكره للاهلي اللي بيسعى بقوه طبعا في هذه اللحظات بقى علشان يسجلوا الهدف الثالث في المباراه علشان يعني يبتعدوا بالنتيجه ويوسعوا الفارق في مباراه اليوم. كريم الدبيس، كريم في وسط الملعب محمد او احمد اشرف، هجمه اماميه للنادي الاهلي، كره حلوه كره خطره، ادي شادي رضوان الفراري، الفراري يا نهار ابيض مش ممكن، لقطه يعني حلوه للنادي الاهلي واللاعب شادي رضوان، ولكن حارس المرمى معاذ علاء الدين يتصدى في اللقطه اللي فاتت دي، وفرصه خطيره جدا للاهلي. شادي رضوان كان ممكن يسجل الهدف الثالث، كنا لسه بنقول الاهلي بيسعى لتوسيع الفارق واللاعب شادي رضوان كان ممكن يعملها. ادي الانطلاقه، وادي شادي رضوان، ادي شادي رضوان، ادي شادي رضوان، وعايز يلعب الكره كده من فوق حارس المرمى اللي بتصطدم بيه بقى معاذ علاء الدين اللي الحقيقه خرج في توقيت مناسب جدا. الكره الحلوه اتعودنا دايما نقول عليها حلوه، حارس المرمى خرج في توقيت مناسب معاذ علاء الدين حارس مرمى نادي الزمالك، وقفل الزاويه على اللاعب شادي رضوان اللي كان عنده فرصه
انه يضيف الهدف الثالث في مباراه اليوم. ترجع الكره مره ثانيه، هذه الانطلاقه من ناحيه شمال لنادي الزمالك محيي جمعه، ولكن تعود الكره للاعب جلال فارس، وفي لاعب من نادي الزمالك الزمالك واقع على ارض الملعب، وعلى طول بيخرج الكره عبد الرحمن رشدان الى خارج الملعب علشان نطمئن على سلامه لاعب نادي الزمالك اللي واقع على ارض الملعب. طبعا في عده مباريات في دوري الجمهوريه اليوم، الاهلي بيلتقي الزمالك المباراه اللي امام حضراتكم، طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري، حرس الحدود مع فاركو، الجونه مع البنك الاهلي، وادي امامنا مارسيل كولر مدير الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ والناس اللي متواجده طبعا في ملعب المباراه، كابتن خالد بيبو وامير توفيق. ويعني قلنا لحضراتكم مباريات اليوم النهارده، الجونه البنك الاهلي، مصر المقاصه المصري، ان بي وسموحه، اسوان وفيوتشر، القناه وغزل المحله، بيراميدز والمقاولون العرب، وطبعا زد مع الاسماعيلي. لقطه طبعا على الجهاز الفني ومارسيل كولر المدير الفني متواجد في ملعب المباراه، ودايما بنشوف برضو الحقيقه كابتن سيد عبد الحفيظ بيكون متواجد في مباريات الناشئين يعني والشباب علشان يكون داعم كبير للعيبه. ادي طبعا الاصابه في اللقطه الماضيه للاعب نادي الزمالك مصطفى طارق، يبدو انه يعني شاط الارض كده في اللقطه الماضيه، نتمنى له السلامه وان شاء الله يقوم ويكمل المباراه. الاهلي متقدم مشاهدينا الاعزاء بهدفين مقابل هدف وحيد لنادي الزمالك في احداث هذا اللقاء. عبد الرحمن مانو، احمد اشرف للنادي الاهلي، كريم محمد لنادي الزمالك. الانطلاقه كريم الدبيسي، يا ولد يا ولد يا ولد، عدى حلو قوي، لاعب كره بينيه، شادي رضوان، شادي رضوان عايز يعدي شادي، ومره تانية شادي، شادي اسرع من الكره شادي، وادي الكره بقى العرضيه الخطيره، الكره العرضيه كده والمتابعه داخل منطقه الجزاء، انما توصل الى معاز علاء الدين حارس مرمى نادي الزمالك. بيلعب الكره العاليه ورايح لها على طول لاعب النادي الاهلي حمدي، او ده هنا عبد الرحمن مانو، وتطلع الكره وتبقى رميه تماس للزمالك من ناحيه اليمين، مصطفى فريد شوقي هيلعب رميه تماس، مصطفى بيلعبها، مصطفى ترجع له مره تانية، وادي امامنا اللقطه طبعا على مارسيل كولر وكابتن سيد عبد الحفيظ، وكره الى خارج الملعب ورمي التماس لنادي الزمالك، مصطفى فريد هيلعب رمي التماس، مصطفى مصطفى فريد بيلعب الكره، وكره كده على حدود منطقه الجزاء عند اللاعب مصطفى خالد، بيلعبها لمصطفى فريد شوقي، بيلعب الكره العرضيه، وادي بقى مصطفى شوبير، ادي بقى الثلاثي مصطفى في اللقطه اللي فاتت دي، اتنين مصطفى من الزمالك ومصطفى شوبير من الاهلي، اللي لعب الكره بقبضه اليد كده على الجنب، نموذج الحقيقه اخراج الكره في اللقطه اللي فاتت لحارس المرمى مصطفى شوبير. شوف الراجل طلع واللاعب الكره على الاجناب علشان ما يلعبهاش في العمق وحد يجي ويشكل خطوره على المرمى. الناس بقى بمدربين حراس المرمى هم اللي يعني عارفين الكلام ده. ادي ركله حره من ناحيه الشمال لنادي الزمالك في احداث هذا اللقاء. بنقترب مشاهدينا الاعزاء من الربع ساعه الاخير من عمر واحداث المباراه. ادي كره بتتلعب على طول عرضيه، مصطفى شوبير المتالق الحقيقه، مصطفى شوبير المتالق. محمد رضا بيلعب الكوره، ادي مصطفى شوبير اهو، ماتش يعني كبير جدا من حارس مرمى كبير ومستقبل لحراسة المرمى في النادي الاهلي الحقيقه، اللي دايما الاهلي بيخرج حراس كبار جدا لكره القدم المصريه مشاهدينا الاعزاء، ودايما مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي بيكون متواجد اساسيا في المنتخب الوطني وبيقدم شغل عالي جدا، وحراس مرمى على اعلى مستوى الحقيقه في النادي الاهلي على مدار تاريخه يعني. ادي انطلاقه بقى من ناحيه اليمين والمحاوله في هذه اللقطه، كره حلوه، والكره للاعب كريم الدبيس بيعدي وبيلعبها لاحمد اشرف، احمد اشرف في وسط الملعب، عبد الرحمن مانو، نقلات من لاعبي الاهلي ترجع لمحمد رضا، رضا يا رضا، ادي رضا بيعدي وماشي، بيعدي وماشي رضا، وبيلعب كره بينيه حلوه هناك ناحيه اليمين، وادي الكره بقى والمحاوله واحمد اشرف والتصويبه، انما توصل الى حارس المرمى معاذ علاء الدين. يعني لاعبي الاهلي كانوا بيقولوا بيتمنوا ان اللاعب يلعب الكره بالعرض في اللقطه اللي فاتت دي، من رد فعلهم واضح جدا. ترجع الكره مره ثانيه، محمد رضا بيعدي وماشي وبيلعبها في وسط الملعب للنادي الاهلي، عبد الرحمن رشدان بيلعب الكره الاماميه، كره حلوه ملعوبه ناحيه الشمال عند الدبيس، بيعدي وماشي واخد حريه ومتحرك في كل ارجاء الملعب، عدى وماشي الدبيس، وحكم اللقاء قال رمي التماس، ما ادالوش فاول للاعب كريم الدبيس. حكم اللقاء صبري ابراهيم.
اللي امام حضراتكم. رمية تماس للزمالك، الاهلي متقدم 2-1، نلعب في الدقيقة 75 من عمره احداث الشوط الثاني والمباراة، ورمية التماس للاعب مصطفى فريد، هيلعب رمية التماس من ناحية اليمين، بتتلعب على طول امامية، توصل الكرة مرة تانية للاعب كريم الدبيس، بيلعبها في الخلف عند عبد الرحمن رشدان اللي بيعيدها الى حارس المرمى مصطفى شوبير المتألق في مباراة اليوم. مصطفى شوبير انطلاقة من ناحية شمال للنادي الاهلي، بداية هجمة، كريم الدبيس بيغير الملعب من الشمال لليمين بشكل متميز الحقيقة عند زياد طارق، ادي الكرة وادي المحاولة والكرة العرضية الحلوة الخطيرة، مش ممكن اللقطة اللي فاتت، جلال فارس بيلعب كرة عرضية في اتجاه اللاعب شادي رضوان ولكن تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة مرمى نادي الزمالك. كرة تمر إلى خارج الملعب، أدي جلال فارس شوف بيلعب الكرة العرضية نموذج، وأدي بقى شادي رضوان عايز ياخدها على الطاير كده إنما تمر الكرة إلى خارج الملعب، هارد لك مش مشكلة. كرة إلى خارج الملعب وطلعت وبقت ركلة مرمى لمعاذ علاء الدين حارس مرمى نادي الزمالك في أحداث هذا اللقاء. بتتلعب على طول أمامية عالية وتوصل بلمسة رأسية كده للاعبي نادي الزمالك عن طريق اللاعب محمد حسام، بيلعبها هناك ناحيه شمال ومحاوله المرور من اللاعب كريم محمد ولكن تدخل من حمدي وتطلع وتبقى رميه تماس لنادي الزمالك. رميه تماس ادي امامنا كابتن شريف عبد الفضيل المدير الفني للنادي الاهلي وحديث كده مع جهازه المعاون الحقيقه احمد جلال وبهاء جمال واحمد عبد الله وحسن فاضل ومحمد السيد. ترجع الكرة مرة تانية، النادي الأهلي انطلاقة من ناحية اليمين. أمامية الكرة ملعوبة عند اللاعب علي عمرو، علي عمرو خرج خارج منطقة الجزاء علي وبيحاول في اللقطة الماضية، لعيب هداف عنده 4 أهداف في هذا الموسم. اللاعب صاحب القميص رقم 7. ورمي التماس للأهلي اللي بيسعى لإضافة الهدف الثالث، هنشوف. رمي التماس للأهلي من ناحية اليمين وأدي أمامنا صابر إبراهيم حكم اللقاء. رمي التماس للاهلي انما الشوط الثاني افضل شويه من الشوط الاول. كره يعني شفنا 3 اهداف وشفنا خطوره، زياد بيلعبها وترجع الكره للنادي الاهلي عبد الرحمن رشدان، شوف عبد الرحمن زايد وبيلعب كره عرضيه خطيره داخل منطقه الجزاء ولكن بيخرج دفاع الزمالك ولسه الهجمه للنادي الاهلي. ادي بدايه الهجمه مره اخرى للاهلي، عدى وماشي عبد الرحمن رشدان، يبدو ان عنده تعليمات كده ان هو يزيد ويكمل، لعيب كورته حلوه الحقيقه، قلب الدفاع للنادي الاهلي. ترجع الكره لمصطفى شوبير، اوفا بيلعبها ناحيه الشمال عند محمد رضا، ورمي التماس، رمي التماس ادي امامنا كابتن شريف عبد الفضيل، ورمي التماس للنادي نادي الزمالك، رمي التماس لنادي الزمالك. مصطفى فريد شوقي بيلعب الكره الاماميه انما ترتد وتعود مره ثانيه وترجع للاعب شادي رضوان، محمد رضا بيلعب الكرة الأمامية في اتجاه شادي وضاغط على طول للاعب علي عمرو ولكن بيطلع دفاع نادي الزمالك، توصل الكرة وتمر إلى خارج الملعب من اللاعب محمد رضا إلى خارج الملعب، طلعت وبقت رمية تماس لصالح نادي الزمالك. تتلعب الكرة مصطفى فريد، مصطفى سيد بيغير الملعب هناك ناحية الشمال عند اللاعب مصطفى طارق إنما مقطوعة للنادي الأهلي، وأدي الهجمة وأدي الكرة، زياد طارق بيلعبها إلى شادي رضوان ومحاولة مرة تانية، شادي عايز يعدي إنما على طول حكم اللقاء ما اداش حاجة وترجع الكرة لنادي الزمالك. أمامية ملعوبة، هجمة خطيرة للزمالك عن طريق اللاعب مصطفى خالد، مصطفى خالد عدى وماشي بعرض الملعب كده على حدود منطقة الجزاء ولعب كرة لكريم، كريم وتصويب إنما توصل إلى حارس المرمى المتألق مصطفى شوبير. مصطفى شوبير بيلعب الكرة الأمامية وفي لاعب واقع من نادي الزمالك، شوف الراجل دي وقع التعب دي الحقيقه، مجهود بدني كبير ونادي الزمالك عنده مشكله، نادي الزمالك عنده مشكله في الاصابات الكتيره النهارده الحقيقه، يعني شفنا اكتر من مره الموقف ده اتكرر كتير جدا في مباراه اليوم. طبعا ادي الكوره وادي اللعبه اللي فاتت والتالق الحقيقه من اللاعب مصطفى شوبير حارس المرمى للنادي الاهلي، وتصويبه كانت من كريم محمد لاعب نادي الزمالك. طبعا بدلاء نادي الزمالك محمد احمد حارس مرمى، عبد الله رضا، سيف مصطفى، حسام اشرف اللي نزل، وزياد عصام، مصطفى خالد، محمد محمود، يوسف ايمن، وايمن عبد الحميد.
ادي امامنا لاعبي نادي الزمالك وكابتن احمد زكريا مديرهم الفني، وطبعا لاعبي الاهلي بيلعبوا وبيبداوا الهجمه. محمد رضا بيلعب التمريره الاماميه لشادي لمحمد رضا مره تانية، انما مقطوعه، لعبه كان فيها فكره انما اتقطعت وتتلعب على طول اماميه للاعب اللي نزل فيه اشوط تاني مصطفى خالد اللي بياخد فاول في هذه اللقطه لصالح نادي الزمالك. نلعب في دقيقه 80. مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي شاشه قناه الاهلي، والاهلي متقدم على الزمالك 2-1. ادي اللعبه وادي الكوره للاعب مصطفى خالد والتدخل من كريم ادبيس. ركله حره لنادي الزمالك هيلعبها اللاعب مصطفى فريد شوقي. مصطفى فريد 10 دقائق على النهايه والاهلي متقدم. وادي نادي الزمالك يوسف ايمن بيستعد للنزول، هينزل بدلا من اللاعب مصطفى فريد شوقي. مصطفى فريد خارج اهو ونازل برضه رقم 24 اللي هو ايمن عبد الحميد. ايمن عبد الحميد بينزل واللاعب يوسف ايمن، ادي كره ملعوبه عاليه داخل منطقه الجزاء خطيره لنادي الزمالك، خطره، تصويبه عاليه، تصويبه عاليه وبعيده الى خارج الملعب، تصويبه عاليه وبعيده الى خارج الملعب. رمي التماس للاهلي. ادي مصطفى شوبير الحارس اللي تالق النهارده الحقيقه في مباراه اليوم. رمي التماس للاهلي من ناحيه الشمال. الاهلي اللي متقدم على الزمالك 2-1 حتى الان. مشاهدينا الاعزاء، وادي لقطه غريبه من لاعيب الزمالك، ولكن ترجع الكره مره تانية للاعب مصطفى خضري اللي بيتقدم الامام وماشي وبيلعبها الى اللاعب طاهر هشام اللي بيلعب الكره الاماميه، ولكن تعود الكره سريعا للاعبي النادي الاهلي. ادي المحاوله في اتجاه احمد اشرف، ترجع مره تانية محمد رضا بيلعبها، توصل هناك ناحيه اليمين، ادي الانطلاقه، زياد بيعدي زياد وتصويبه انما عاليه الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى لنادي الزمالك في مباراه اليوم. ركله مرمى لنادي الزمالك. الاهلي الاخطر، الاهلي الافضل، الاهلي دايما عامل ماتشات كويسه الحقيقه. وكره الى خارج الملعب ورمي التماس لصالح النادي الاهلي، تتلعب الكره وتوصل من كريم الدبيس في وسط الملعب لعبد الرحمن مانو، تتلعب من حمدي ياسر هناك ناحيه اليمين وفي فاول للنادي الاهلي. وادي امامنا كابتن شريف عبد الفضيل، امامنا كابتن شريف عبد الفضيل مدير الفني للنادي الاهلي بيطالب لاعبيه بيعني شويه حماس واصرار كبير على الفوز النهارده، وفي نفس الوقت يقدروا بقى ان هم يسجلوا الهدف الثالث في احداث هذا اللقاء علشان يغطوا الهدف الثاني ويبتعدوا بالنتيجه بفارق هدفين. ترجع الكره مره ثانيه، كره بالكعب كده من اللاعب احمد اشرف وكره الى خارج الملعب للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. فاول للنادي الاهلي. ادي امامنا الكوره وركله حره للاهلي من ناحيه اليمين، هنشوف بقى استغلالها. وادي الكره العرضيه داخل المنطقه واللمسه الراسيه من عبد الرحمن رشدان والى خارج الملعب وركله ركنيه، الى خارج الملعب وركله ركنيه للنادي الاهلي. هجمه خطر جدا، ادي بقى استغلال الركلات الثابته من لاعبي النادي الاهلي. وادي الكره العرضيه وشوف عبد الرحمن رشدان بيلمس وعلى طول بيخرج دفاع نادي الزمالك والى خارج الملعب وركله ركنيه. الحقيقه يعني شغل متميز جدا من لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم. وادي الركله الركنيه، شغل متميز من الركلات الثابته وكره عرضيه ولكن بيطلع دفاع نادي الزمالك، وترجع الكره مره ثانيه على الجانب الايسر من ملعب المباراه وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس للاهلي. رميه تماس للاهلي، اصرار كبير من لاعبي الاهلي وضغط متواصل على نادي الزمالك علشان يقدروا بقى يسجلوا، علشان يقدروا يسجلوا. الاهلي يستحق الحقيقه انه يسجل. ادي بقى كريم الدبيس ورميه التماس. كريم بيلعب الكره الاماميه على حدود منطقه الجزاء، وادي المحاوله في هذه اللقطه للنادي الاهلي، ترجع لكريم مره ثانيه بيحاول يعدي ولكن تمر الكره الى خارج الملعب ورميه التماس. اداها الحكم للزمالك، اداها حكم اللقاء صبري ابراهيم للزمالك. رمي التماس لنادي الزمالك من ناحيه اليمين، بتتلعب على طول من اللاعب مصطفى طارق اماميه، توصل بلمسه راسيه دفاعيه هذه المره من اللاعب حمدي ياسر. كره تتلعب في وسط الملعب
وترجع لمحمد رضا، وادي الكره في وسط الملعب للاعب عبد الرحمن مانو للنادي الاهلي، بيضغطوا على لاعيب الزمالك ويجيبوها عن طريق اللاعب يوسف ايمن، ولكن تعود الكره للاهلي بسرعه. ادي بقى محمد رضا بيفتح الملعب هناك ناحيه اليمين، استلام زياد طارق، محاوله للاهلي، الكره العرضيه الخطيره والمحاوله مره تانية، انما بقى المس يا علي عمرو، انما تمر الكره الى خارج الملعب وركله مرمى لمعاذ علاء الدين حارس مرمى نادي الزمالك. ادي الكره، ادي الكره العرضيه الحلوه، ادي الكره العرضيه، وادي بقى هنا يعني اللاعب علي عمرو. علي عمرو كان عنده فرصه ولكن الكره خرجت وطلعت وبقت ركله مرمى. تتلعب الكره مره تانية، علي نادر بينزل من النادي الاهلي صاحب القميص رقم 18، ادي كره ملعوبه لشادي رضوان، وفاول للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. علي نادر بينزل في هذا في هذه اللحظات، وركله حره للنادي الاهلي للاعب احمد اشرف من ناحيه الشمال. علي نادر رقم 18 بينزل من قبل المدير الفني بقى كابتن شريف عبد الفضيل اللي ادار المباراه بشكل متميز. فاول للنادي الاهلي من ناحيه الشمال، ركله حره ليه الاهلي. هنشوف بقى هنا يعني الاهلي اللي سجل الهدف الثاني من المتابعه للركله الحره وتنفيذها، وحصار من النادي الاهلي لنادي الزمالك، ركلات حره من على حدود منطقه الجزاء ومن الاجناب من اليمين ومن الشمال. وادي بقى الكره العرضيه داخل المنطقه، محاوله ولكن بيطلع دفاع الزمالك وترجع مره ثانيه لمحمد رضا، ولسه الخطوره، لسه الخطوره، ادي التصويبه من اللاعب علي عمرو انما توصل الى حارس المرمى معاذ علاء الدين، بيلعب الكره الاماميه وتصل ناحيه اليمين مره تانية لصالح نادي الزمالك. ادي الانطلاقه وادي المحاوله للاعب مصطفى سيد، بيحاول يعدي وتوصل الكره للنادي الاهلي اماميه، وتعود الكره الى حارس المرمى معاذ علاء الدين، بيلعبها لطاهر هشام اماميه، ملعوبه الكره ناحيه اليمين لصالح نادي الزمالك، بيحاولوا لاعبي الزمالك عن طريق الجبهه اليمنى. وادي الانطلاقه والكره العرضيه من اللاعب ايمن عبد الحميد، بيلعبها لمصطفى خالد، عرضيه خطيره، خطره جدا، خطره جدا اللي فاتت دي، الراجل واقف لوحده وبيلعبها بلعبه راسيه انما الى خارج الملعب، الى خارج الملعب. ادي اللقطه وادي مصطفى خالد، ادي الاعاده، شوف الراجل، شوف الراجل، وادي اللعبه الراسيه انما الى خارج الملعب، فرصه كبيره جدا ضايعه من نادي الزمالك. تتلعب الكوره للنادي الاهلي، بدايه هجمه ادي الكوره تتلعب مره تانية، حسام ياسين في وسط الملعب النادي الاهلي، محمد رضا بيلعب كره عرضيه على حدود منطقه الجزاء، وتعود الكره مره تانية الى حارس المرمى معاذ علاء الدين. هجمه لنادي الزمالك، ادي المحاوله في هذه اللحظات مشاهدينا، والانطلاقه من ناحيه اليمين مره تانية عن طريق ايمن عبد الحميد، وكره خطره خطره خطره، مصطفى شوبير يتالق، مصطفى شوبير يتالق في اللحظات الاخيره من المباراه مشاهدينا الاعزاء، ويحافظ على تقدم الاهلي 2-1 على الزمالك حتى الان. ترجع الكره مره تانية، نقلات من جانب لاعبي الزمالك، محمد خضري بيلعبها في وسط الملعب، وتعود الكره مره تانية للاعب مصطفى خالد بيلعبها ناحيه اليمين، الزمالك اخطر في هذه اللحظات. وادي بقى الكره واللعيبه البدلاء اللي نزلوا، والكره الخطيره على حدود منطقه الجزاء عن طريق اللاعب يوسف ايمن، ولكن ترجع مره تانية للزمالك، ترجع للزمالك، خضري بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال، كريم اللي سجل الهدف اهو بيلعبها، وحكم اللقاء بيشير باستكمال اللعب، والكره لسه في الملعب، طلعت وبقت رميه تماس للزمالك. ادي الهجمه، شوف الهجمه الخطر جدا اللي فاتت دي، والتصويبه من اللاعب حسام اشرف اللاعب البديل، شوف عدى بشكل متميز جدا وفتح الزاويه لنفسه، ولكن مصطفى شوبير ثبات كبير جدا وتالق رائع للحارس مصطفى شوبير. حارس المرمى لما بيتالق لا يقل عن يعني في اهميته عن اللاعب اللي سجل الاهداف، ادي كره ملعوبه لانه بيمنع ان يعني الفريق المنافس يسجل، فعلشان كده مصطفى شوبير النهارده واحد من نجوم المباراه. ادي انذار للاعب من النادي الاهلي، يبدو انه اعترض على حكم اللقاء كده. ادي كرة الى خارج الملعب وركلة ركنية
علي عمرو، علي عمرو بياخد يبدو كارت احمر. هنشوف هنشوف حكم اللقاء كابتن صبري ابراهيم، كابتن صبري ابراهيم. ركلة ركنية ادي امامنا، علي بياخد الانذار وبياخد الكارت الاحمر ويغادر ارض الملعب. لاعب النادي الاهلي، لعيب كويس الحقيقة، انما ما نعرفش ايه اللي حصل مع حكم اللقاء صابر ابراهيم. وادي امامنا كابتن شريف عبد الفضيل والتعليمات وضغط من نادي الزمالك. وصلنا للدقيقه 89 مشاهدينا الاعزاء في احداث هذا اللقاء، والركله الركنيه بتتلعب على طول عاليه خطره جدا، والمحاوله واللعبه الراسيه، ولكن مصطفى شوبير، ولكن مصطفى شوبير بياخد اللعبه الراسيه من اللاعب حسام اشرف لاعب نادي الزمالك. تتلعب الكره بسرعه للنادي الاهلي، علي نادر، علي نادر بيلعب الكره ناحيه شمال، كريم الدبيس بيلعب كرة عرضية خطيرة داخل المنطقة، لكن على طول توصل إلى معاذ علاء الدين. معاذ علاء الدين بيلعب الكرة الأمامية العالية لنادي الزمالك، ولكن تعود الكرة للنادي الأهلي بفاول كده للزمالك مرة تانية. فاول للزمالك من ناحية الشمال، وأدي صبري إبراهيم حكم اللقاء. هنشوف هيضيف قد إيه وقت محتسب بدلا من الضائع لأحداث الشوط الثاني والمباراة مشاهدينا. الأهلي متقدم على الزمالك 2-1 في أحداث هذا اللقاء. ترجع الكرة مرة تانية، أدي الهجمة والمحاولة في هذه اللحظات للنادي الاهلي، وادي الكره ملعوبه للاعب علي نادر بيلعب كره بينيه حلوه، ومحمد رضا بيحاول عليها انما الكره تمر الى خارج الملعب، كانت اسرع وطلعت وبقت رمية تماس. وادي صابر ابراهيم الانظار كلها متجهه نحو حكم اللقاء. بنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، قمه دوري الجمهوريه الاهلي والزمالك مواليد 2001، والتقدم للنادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. وادي كره ملعوبه، ولكن مصطفى شوبير طلع منه الكره خطره، ولكن في فاول، ولكن في فاول لحارس مرمى النادي الاهلي، فاول لمصطفى شوبير. وادي لاعب الزمالك واعتراض على حكم اللقاء في اللعبه الماضيه، حكم اللقاء صبري ابراهيم ادى الفاول لمصطفى شوبير اللي اشترك معاه لاعب نادي الزمالك واعاقه عن الكوره في اللقطه الماضيه. وادي انذار، انذار، انذارات كتيره جدا النهارده من حكم اللقاء كابتن صبري ابراهيم للاعبي نادي الزمالك، وايضا طرد اللاعب نادي الاهلي علي عمرو. انذار كان للاعب حسام اشرف. تتلعب الكره هناك ناحيه اليمين للنادي الاهلي اللي متقدم 2-1 وكره ملعوبه. الزمالك ماسك كوره في الوقت المحتسب بدلا من الضائع والوقت الاخير من المباراه، وادي لاعبي الاهلي على طول تتلعب الكره في اتجاه علي نادر. الاهلي بيحاول يحافظ على الفوز النهارده، فوز هيكون مهم جدا. وادي كره عرضيه من اللاعب ايمن عبد الحميد، وترجع الكره مره ثانيه، كريم بيلعب الكره هناك ناحيه شمال، وتصويبه عاليه جدا، تصويبه عاليه جدا الى خارج الملعب، طلعت وبقت ركلة مرمى للنادي الأهلي والحارس مصطفى شوبير. إذن الأهلي مشاهدي الأعزاء يقترب من تحقيق فوز جديد على نادي الزمالك مشاهدينا الأعزاء مواليد 2001. فريق ده اللي كان حقق لقب ودوري الجمهورية في الموسم الماضي، فريق النادي الأهلي يسعى لتحقيقه للمرة الثانية والعام الثاني على التوالي بإذن الله. فوز النهارده فوز مهم جدا، هيقربهم من المنافسة ومن الصدارة، لسه بدري جدا طبعا. كرة تتلعب على طول أمامية وتوصل الكرة ناحية الشمال عند اللاعب محمد رضا، بيعدي وماشي، بيعدي وماشي، انطلاقة حلوة للنادي الأهلي، والمحاولة هو عايز ياخد منها أي حاجة بقى هنا، أهو منه ضيع وقته وفي نفس الوقت يعني الراجل عدى، والله ده عدى وخد منها ركلة ركنية، عمل كل شيء جيد في الكرة اللي فاتت دي اللاعب محمد رضا لاعب النادي الأهلي. كرة إلى خارج الملعب طلعت وبقت ركلة مش ممكن. حكم اللقاء صابر إبراهيم إزاي حسبها ركلة مرمى دي؟ يعني شفنا بقى اللاعب محمد رضا اللي يعني عدى بشكل متميز في اللقطه الماضيه، ولكن ادي بقى هنا عبد الرحمن رشدان، ولكن التغطيه الدفاعيه من حمدي ياسر، ولسه الهجمه للزمالك بتتلعب على طول عرضيه داخل منطقه الجزاء، خطره وخطره جدا داخل المنطقه، ولكن حكم اللقاء بيدي. هنشوف حكم اللقاء كابتن صبري ابراهيم، والمباراه متوقفه، وتسلل رايه وصفاره ركله حره غير مباشره في اللقطه الماضيه على نادي الزمالك، واللاعب حسام اشرف لاعب نادي الزمالك واقع على ارض الملعب. فوز في حال تحقيقه للنادي الاهلي هيكون مهم جدا، مكاسب عديده لفرقه الاهلي 2001 والكابتن شريف عبد الفضيل، فوز على نادي الزمالك وده في حد ذاته حاجه كويسه يعني الحقيقه. دايما الاهلي متعود على الانتصارات على نادي الزمالك وخاصه في الفتره الاخيره. ادي اللقطه، وادي بقى مصطفى شوبير والتدخل
والراجل يعني اللي زق مصطفى شوبير في اللقطه الماضيه وكان مشترك معاه وحكم اللقاء، ادى الفاول ومنطقه الحصانه بقى لنادي النادي الاهلي وحارس مرماه مصطفى شوبير في اللقطه الماضيه، وتسلل ورايا وصفاره وركله حره للنادي الاهلي. بنلعب في الدقيقه الخامسه من عمر واحداث الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. مشاهدينا الاعزاء، الاهلي متقدم على الزمالك 2-1 زي ما قلنا. الاهلي حقق السوبر على مستوى الفريق الاول وفريق 2005 يوم السبت، قدر ان هو يفوز على نادي الزمالك بهدف مقابل لا شيء، وادي تبديل للنادي الاهلي، احمد عربي بينزل في هذه اللحظات، وادي تصويبه بقى من اللاعب جلال فارس تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لنادي الزمالك والحارس معاذ علاء الدين. الاهلي بيقترب من تحقيق فوز جديد، وادي كره ملعوبه 5 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع، ولسه اللعب مستمر، وكره من ناحيه الشمال لصالح نادي الزمالك بتتلعب على طول اماميه ومعديه على مهله تماما طبعا، بيسيبها لاعب النادي الاهلي وتطلع وتبقى رمي التماس للاهلي من ناحيه الشمال. كابتن احمد زكريا المدير الفني لنادي الزمالك واقف على خط الملعب، وادي حكم اللقاء صبري ابراهيم، ادي حكم اللقاء صبري ابراهيم، رمي التماس للاهلي من ناحيه الشمال، رمي التماس للاهلي بتتلعب على طول والى خارج الملعب، اللاعب علي نادر بياخد رمي التماس، وادي صبري ابراهيم الكادر دايما معاه وبيلحقه، وهنشوف بقى هيعمل ايه، ادى قد ايه وقت محتسب بدلا من الضائع. بنلعب في الدقيقه 6، رمي التماس الدبيس بيلعب الكره الاماميه، ومره تانية رمي التماس للاهلي من ناحيه الشمال، وادي حكم اللقاء في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء كابتن صبري ابراهيم بيعلن عن فوز جديد للنادي الاهلي على نادي الزمالك 2-1 في قمه دوري الجمهوريه لمواليد 2001 مشاهدينا الاعزاء. ويعني مليون مبروك للكابتن شريف عبد الفضيل والنادي الاهلي ولجماهير النادي الاهلي ومزيد من الانتصارات. الاهلي النادي الكيان الكبير واللي دايما يعني يكون هو اللي بيصدر الفرحه لجماهير ولجماهير كره القدم المصريه. مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومشاهدينا الاعزاء، تقبلوا تحياتي تامر عبد السلام معلقا على احداث هذا اللقاء، والى مزيد من الانتصارات والبطولات للنادي الاهلي باذن الله رب العالمين. الان عوده من جديد لاستاد الاشبال والكابتن اسامه حسني وضيوفه الكرام.